بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبابي أبنائي طلاب الثانوي العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نلتقي بفضل الله عز وجل في لقاء الأربعاء. وعدنا ولدنا وحبيبنا إن شاء الله إن إحنا إن شاء الله نحل مع بعض نموذج التجربة. إحنا كان عندنا 3 امتحانات، حلينا يوم الجمعة الماضي أول نموذج ولقي يعني قبول عند الطلبة، كتير جدا من إخواننا تابعونا. النهاردة إحنا معانا النموذج رقم 2. حضراتكم تابعوا كويس، النموذج مهم جدا، كان في أسئلة كثر عليها الخلاف، ولادنا سألوا إزاي جت الإجابة دي، ليه صح ليه غلط. فإن شاء الله النهاردة بإذن الله هنرسيك الإجابة الصح صح ليه والغلط غلط ليه. برضو علشان تعم الفايدة لكل ولادنا في ثانوية عامة، احنا كالعادة نزلنا هذا النموذج على الصفحة بتاعتنا، وكذلك برضو اخواننا على الجروب العام والجروب الخاص اللي هو طبعا 22. حبيبي ارجو التنبيه بجد انك انت تركز كويس جدا علشان هذا النموذج بالذات كثر فيه الاسئلة. نبدأ كده ان شاء الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله توكلنا على الله. نبدأ كده إن شاء الله. أولا النحو، ميز الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. بيقول أكرم بأخوك رجلا، أكرم بأخوك رجلا. عند تصويب الخطأ طبعا لا يصح ان المثال يأتي بهذه الصورة، لان ده اسلوب التعجب. احنا في عندنا وزنين، ما افعل وافعل بي. افعل بي الباء بتبقى حرف جر زائد، واللي بعدها بيكون فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. ما ينفعش اكرم باخوك يا حبيب قلبي. الاسماء الخمسة ترفع بالواو، تنصب بالالف اخاك، تجرب الياء أخيك. طيب يبقى الصح تكون الكلمة بهذه الصورة أحبابي أكرم هكذا، وتبقى الكلمة أكرم بأخيك. طيب ما تيجي يا حبيب قلبي نشوفها كده مع بعض ونعربها. أكرم فعل ماضي جاء على صيغة الأمر مبني على السكون، الباء حرف جر زائد، أخيك. ركزوا يا حبيب قلبي، فاعل مجرور لفظا بالياء مرفوع محلا. خلي بساتك كده، فاعل مجرور لفظا بالياء، فأنا لازم أحترم حرف الجر. هو أنا يا دكاتر لما أقول أكرم بأخوك، طب ما أنت كده ما خليتش بالك من حرف الجر، يبقى لازمته. أي نعم هو زائد بس مهم في الشكل بيجر. فلو أنت قلت لي أكرم بأخاك خطأ، ليه؟ الباء حرف جر، أخاك دي منصوب بالألف، فأنا كده يا أولادي ما جرتش. طيب أكرم بأخوك رجل، لا غلط، ما ينفعش أكرم بأخوك. هنا للأسف كتير من أولادنا في هذا النموذج بالذات حصل عندهم انتقال نظر ومشاكل. بس ليه عندك رجاء مهم على الموقع؟ احنا في حاجة اسمها بنك أسئلة عشان ما تتوش. هو ان الموقع بتاعنا بيختار لك امتحان، بمعنى ايه؟ ده ممكن تلاقيه مكتوب عليه رقم جيم رقم د، لكن ده نموذج قدامنا الان كامل، ان كان الف ان كان ب ان كان جيم. اقصد بكلامي ابقى خلي بالك من اخطائك في دي. بس ناس كتير من اولادنا حصل عندهم انتقال نظر فاختاروا اكرم اخيك رجل. ليه رجاء؟ اتمنى ابن وبنت يسمعوا. ربنا يعافيك ويكفيك شر انتقال النظر. انا بكلم شاب محترم فاهم، انا بلعبش على مشاعرك او بنت، انا بقول خلي بالك من نفسك في هذا العام يا اولادي. الغلطة لا تصد ولا ترد، خلصت. الطالب كتب وسلم حاجته ورقته وروح، خلاص انتهى الامر. ليه بعاتب بعض اولادي؟ انت ليه اخترت اكرم اخيك يا استاذ رضا مجرورة يا فندم؟ مجرورة فين حرف الجر؟ طالب قال أنا سهوت، لا سهوت ولا نسيت تنفع معنا، دي خطأ.
رغم يبدو لك صح في حرف الجر، انت ما شفتوش، لا تعاتب. يبقى الصح اكرم باخيك. اعرب اكرم فعل ماض جاء على صيغه الامر. الباء حرف جر زائد، اخيك ركز فاعل مجرور لفظا بالياء مرفوع محلا رجلا تمييز. احبابي واولادي ربنا يفرحكم، زعلنا من بعض اولادنا اللي اخطاهم في رقم 2. انا اسف الرغي، لو سمحت لما تاخد منا قاعده او من غيرنا، انت معانا او ما غيرنا من الزملاء، وتفهمها، حرام ان الطالب يا اولادي يلقي المسؤوليه على المدرس. مش انت سمعتها مني او من غيري؟ ايوه فهمتها بفضل الله. ايوه يبقى انت اللي مسؤول. مش عيب ان انا اغلط واعرف غلطي. ايه بقى المشكله؟ مش انا محفظك يا سيدي مفهمك. الواو لو جت مع الفعل المفرد او المثنى تبقى اصليه، يعني محمد يسمو، الطالب يسمو، الطالبان يسموان. ده انا محفظه لسيادتك يا دكتور. والواو لو جاءت مع ما يدل على الجمع، واو جماعه، احنا الشطر ربنا يحفظكم، الدنيا مش صعبه ان شاء الله، ابشروا. الطالب يسمو اصليه، الطالبان يسموان اصليه، الطلاب يسمون جماعه. تعال نشوف كده، بقول للمؤمنان سموا اصليه، انما الرجال سموا لا. ليه؟ مش انا مفكرك وقايل لك الحدوته بتاعت هو الجماعه، انا نسيتها يا استاذ رضا، من عند قبل عندي اهو. قال يا سيد الرجال نسيتوا مال يسمون اهو، مش دي الواو الاصليه بتاعت الكلمه؟ اه. ودول الجماعه التقى ساكنان. ده احنا طلبه شاطرين يا حبيب قلبي، ما ينفعش وانت عارف اللغه العربيه حرفين سكون يقابلوا بعض، فبضطر اشيل مين؟ الواو الاصليه. يبقى الرجال يسمون تبقى دي واو جماعه يا دكاتره، يبقى هذه واو اصليه، لكن هذه واو جماعه. دكاتره هذه واو اصليه مثنى، هذه واو جماعه. فكان الاجابه رقم الف هي الاجابه الصائبه. ردت انسه قالت كمل معايا يا استاذ، قلت العين يا بنتي. بيقول لي واو فارقه، لا 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 لحظه، الواو الفارقه مشهوره جدا في كلمه عمر وعمر. وانا قلت لي سيادتك ايه يا دكتوره؟ لو عندي اختياري زي كده واحده غلط بشيل الجمله خالص. يعني لما يجي الاجابه تكون فيها اجابتين بهذا المنظر، لو واحده غلط شيل. طيب واو الجماعه واو اصليه، دي مش واو جماعه يا دكاتره، ده دي واو اصليه. الاجابه صح والله بس الترتيب غلط، انا مال انا؟ خليكم شطار يا اولادي. يبقى راعي الترتيب، مش كل اجابه هاخدها صح. دي فعلا دي واو جماعه، بس الجماعه هنا رقم 2 اصليه بس رقم 1 فعكسها لي. اوعى امشي مع الترتيب، الله يبارك فيك، فدي خطا، فاللي غلط يخلي باله. طب واو الجمع لا استحاله يا احبابي. ايه يا دكاتره؟ واو الجمع دي بتاعت المذكر السالم، فخلي بالنا، خليك شاطر. اما اسمع غلطي انا بستفيد، حتى لو حل صح باكد. قدم مثال كان جميل جدا، قدم نقط اجمل صوره عن مصر في كل انحاء العالم. يا دكاتره انتوا نسيتوا ولا ايه؟ فاكر لما خدنا الممدود كلمه بناء وكلمه عطاء وكلمه سماء؟ فاكر لما خدنا جمع التكسير زي كلمه اصدقاء؟ والله فاكر يا مستر. قلت لك لو ان الكلمه جايه مرفوعه ترسم الهمزه على الواو، بناؤنا عند اتصل بالضمير، ولا انت نسيت يا حبايبي؟ طب لو منصوبه بناءنا، طب لو مجروره تبقى ايه؟ بنائنا لو مجروره، اصدقاء لو مرفوعه اصدقاؤنا، طب لو منصوبه هتبقى اصدقاءنا، طب لو مجروره تبقى ايه؟ اصدقائنا، ولا نسيتهم؟ بيقول لي قدم، قدم فعل ماضي يا احبابي. هو مين اللي قدم؟ سفراؤنا، يبقى ده فعل مرفوع، طالما جاب الرفع تبقى الهمزه على الواو. يبقى الاجابه دي يا حبايبي هي الاجابه الصواب، انما سفراؤنا لا عشان دي مش مجروره، ها؟ سفراؤنا لا عشان دي مش منصوبه، لكن دي مرفوعه، دي فاعل، قدم سفراؤنا. عمرو حافظ على العهد والا توصف بالخداع. انا بنده على شاب اسمه عمرو، بقول له يا عمرو، طبعا ده منادى مبني ما بيتنونش، ما اقولش يا عمرو، بقول يا عمرو حافظ على العهد والا توصف بالخداع.
مين من أولادي وحبيبي يفتكر لما خدنا في الوحدة الأولى أسلوب الشرط الذي حذف فعله؟ ما تفكرنا يا أستاذ نسيت؟ عيني، اجتهد وإلا تندم. الأستاذة اللي بعتت لينا ربنا يبارك لها وقالت يا مستر ده الجواب مكروه محبوب، يا دكتورة حضرتك انت نقلت الفعل المضارع الوحدة الخمسة، خلي بالك عشان انت لحيت في السؤال 4 مرات على الجروب والأساتذة بينبهوك، انت نسيت حضرتك. ده اللي خناه يا دكتورة اسمه أسلوب الشرط الذي حذف فعله، ولا انت نسيت بقى. ذاكر وإلا تخسر، أي إلا تفعل تخسر، انت نسيت. اسمه أسلوب الشرط، فاكر ألا وإلا؟ الذي حذف فعله. فكلمة زي كلمة وإلا توصف، يعني إلا تفعل توصف، انت نسيت. يبقى ده فعل المضارع مجزوم بالسكون جواب الشرط، أصل الكلمة إلا تفعل توصف. إنما موضوع المحبوب والمكروه لا، ده في درس جزم المضارع في جواب الطلب لسه بدري عليه، نخلي بالنا. فكلمة توصف ده فعل مضارع مجزوم، ده جواب الشرط يا دكاترة. فعل الشرط محذوف، إلا تفعل توصف، إلا تحافظ توصف. هل هذا مضارع منصوب بالفتحة؟ خطأ يا أحباب، لا 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 استحالة، دي مش أنا. فعل مضارع مجزوم بالسكون جواب الشرط، الله شوف بقى اللعبة اللي حبايبي وقعوا فيها. فعل مضارع مجزوم بالسكون فعل الشرط، غلط غلط يا أحباب، ده فعل الشرط محذوف، إيه يا دكاترة؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة، لا خطأ يا أحباب، هذا بنسميه أسلوب شرط حذف فعله، والتقدير إلا تفعل كذا. جملة واحدة مما يلي لم تشتمل على اسم معرب بعلامة فرعية يا دكاترة، إيه العلامة الفرعية؟ المثنى يرفع بالألف ينصب يجر بالياء، جمع المذكر السالم وملحقاته دكاترة بترفع بالواو نصب جر بالياء، يعني المعلمون المؤمنون أو أولو وذو، ها فاكر أنت؟ عالمون أرضون بنون سن إلى آخره. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة علامة فرعية، كذلك عند الأسماء الخمسة. فأنت عندك 3 جمل علامة فرعية، عندك 3 جمل علامة فرعية، واحدة بس أصلية. نبدأ. إن مفكري الأمة عليهم واجب مقدس، خطأ. إيه ده إيه ده؟ استنى بس أقول لك أهو، هو عاوز إيه؟ الجملة اللي بتعرب بعلامة أصلية، وكاتب إيه؟ جملة واحدة مما يلي لم تشتمل على اسم معرب بعلامة فرعية، فهو مش عاوز التلاتة علامة فرعية، عايز الوحدة الأصلية. فكلمة إن مفكري، بلاش نشطب بقى، إن مفكري دي علامة فرعية، ردت أنس شاطرة، الفرعية إزاي؟ حاضر يا دكتورة. مفكرين أصلها إيه؟ مفكري أصلها مفكرين، جمع مذكر سالم منصوب بالياء أهي، يعني أصل الكلمة يا فندم مفكرين، بس النون هنا محذوفة لمين؟ للإضافة. يبقى دي علامة فرعية، إحنا عايزين علامة إيه؟ أصلية. إن المشاورة والمناظرة مفتاحا، لا ده دي علامة فرعية. الله، فرعية ليه يا دكتور؟ المثنى بيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، طيب قولوا ملحقة مذكر سالم، لا ده دي علامة ايه؟ فرعية. اللهم ايه بقى العلامة الأصلية؟ ما هي اللي فضل به؟ تتسلسل الشياطين. أيوة، وبعد دي حبايبي اللي هم صوروا من الإجابة بعتها لنا، يا دكاترة انتم نسيتم، انتم نسيتم ان كلمة شياطين بساتين مساكين دي جمع تكسير. رد البنت قالت ما اخرها ياء ونون، يا دكتورة بالراحة، مش قلنا جمع المذكر السالم اقدر اشيل الواو والنون والكلمة زي الفل؟ مؤمنون مؤمن عسل، مؤمنين مؤمن، لكن لو شلت الياء والنون الكلمة هتنقص، مش هيبقى لها معنى خالص. طب الشياطين تبقى شياط، ينفع؟ مساكين تبقى مساك، بساتين تبقى بسات، لا لا لا. فقلت الأولاد وحبيبي كلمة مساكين بساتين شياطين إنما هي جمع تكسير، ففعلا هي دي اللي بتعرب بعلامة أصلية. يبقى جملة واحدة مما لم تشتمل على اسم يعرب بعلامة فرعية كلمة الشياطين. حبيبنا رقم 6، قال الشاعر وإذا أخطأت نحوي
فأنا الطالب صفحك. لو أنت غلطت فيا برضو أنا بسامحك وبحبك وأطلب منك الصفح. بين خالص يا أحبابي إن كلمة أنا الطالب صفحك، الطالب اسم فاعل، أطلب أنا صفحك مفعول به منصوب بالفتح. فإذا هنا اسم فاعل يا حبيبي، الطالب صفحك، أطلب أنا صفحك، هيبقى صفحك عندنا يا أحبابي هنا مفعول به. حبيبي إنني في القصر الرفيع الذرى كطائر في قفص ميت. بقول أنا عايش في قصر كبير بس حاسس فيه بالتعاسة مش في السعادة زي الطائر اللي هو محبوس. إنني في القصر الرفيع الذرى، مين اللي ارتفع؟ مين اللي على الذرى؟ القمم، علت قمته، ها؟ علت ذروته، الذروة، اللي علت الذروة يبقى فاعل، الرفيع الذرى يبقى هذا فاعل، من ارتفع؟ من على الذرى، يبقى الذرى عندنا صيغة مبالغة يا إخوانا، رفع الرفيع هكذا الذرى، ارتفعت الذرى فاعل. قال الشاعر: أبا الحزن أن أنسى مصائب أوجعت، صميم فؤاد كان غير مهين. طيب كلمة مهين دي حبيبي الماضي فيها عندنا ما هنا، وليس كما قلنا هان من الهوان، ما هنا دي من الامتهان والذل. الكلمة دي فيها مشكلة، ودي قاعدة البيت ده يا حبيبي أنا عايز أولادي يخلي بالهم منه. ليه؟ البيت ده بيناقش درس كان يدرس من قبل من زمن وصار الآن لا يدرس. إيه بقى هو؟ هنشوف. نبدأ أولها كلمة مهين. مهين يا حبيبي كل ولادنا خلوها اسم مفعول عادي جدا، خدت الدرجة وزي الفل. طالبة بتفهم قالت كلمة مهين زي كلمة عيب عيب معيب، خلي بالك بس كده مشوا على هذا الوزن، ده نادين مدين ماشي، عيب عيب معيب، هبا هيب مهيب، فخد كلمة مهين دي على هذا الوزن فمشى اسم مفعول عادية جدا جدا واسم مفعول زي الفل ومية مية. ولو جبت بعدها يا دكتور أي حاجة هيبقى نائب فاعل، أقول محمد مهين خلقه هيبقى نائب فاعل. فهذا عندي بص يا اخوان على وزن، افهم الكلمة، على وزن اسم المفعول من الثلاثي زي مدين وزي كلمة مهيب ولكن في وقفة. لكن انت هذه المعلومة ابن وبنت، كلمة مهين دي عندنا يا اخواننا مين؟ ما هنا انسان ممتهن ذليل. حبيبي اعرف هذه المعلومة يمكن تصادفها في اي تطبيق اي كتاب. كان قديما درس بندرس اسمه حاجة اسمها كده الصفة المشبهة، الصفة المشبهة. زي ما كنا ندرس الوقت اسم الفاعل المفعول المبالغة. في بقى مشكلة، ركز، لها أوزان كتيرة. من ضمن أوزان الصفة المشبهة وزن فعيل. هذا الوزن يا أخوانا يعطي معنى اسم المفعول. لا تحولت لاسم مفعول. إزاي؟ خد مني يا سيدي. قل لي. لا أنا بقول لك إيه؟ هذا الرجل قتيل. قتيل. حلو، هل قتيل دي معناها الكثرة في القتل أم مقتول؟ مقتول، فكلمة قتيل بمعنى مقتول أي بمعنى مفعول، ده تسمى عندي الصفة المشبهة. هنا مين بقى يفهمها؟ أغلب المعنى بقى، عايز الدماغ الفهم. هذا الرجل قتيل أي مقتول. يا سيدي هذا الجندي جريح، جريح فعيل اهي، بس تعطي معنى كلمة مجروحة، فده تسمى الصفة المشبهة اللي بتعطي معنى اسم المفعول واللي بعدها نائب فاعل. وعند أقوى دليل نص المساء السنة دي، لو حد شاطر كده معنى من حبايبي. قال الشاعر: والأفق معتكر قريح جفنه. قريح دي معناها جريح، جفنه دي نائب فاعل. أما يكون بقى فيه عايز يلسوع الطلبة ويدول أقصيد مبالغة، أو لا يا دكتور هي لا تعني الكثرة بل تعني أنه قريح مقروح أي مجروح. فدي بتسمى عندي الصفة المشبهة بان بالمعنى، خلي بالك، او هذا الجندي قتيل اي مقتول، وهذا الجندي جريح اي مجروح. فكلمه عندنا يا اخواننا مهين دي يا اخواننا هكذا من ما هنا. فحضرك الطلبه كلها بتمشي على هذا الوزن زي الفل ومية مية، فاعتبرها يا عم انها إيه؟ كبص على وزن اسم المفعول من الثلاثي عاديه جدا جدا، تقاس وتمشي على وزن ماذا؟ تمشي عندنا على وزن ماذا؟ على وزن يا اخواننا هكذا مبيع ومدين وعاديه جدا جدا. فكلمه زي كلمه مهين تمشي على هذا الوزن من الثلاثي يا احباب. طب تبقى اسم فاعل؟ لا، مبالغه لا تدل على الكثره كما قلنا، ده معناها ممهون، ممهون يعني انسان حقير مذلول. اسم مفعول من الثلاثي ماشي على هذا الوزن، انا كلامي محدد بقول تاتي على وزن
اسم المفعول زي كلمة إخواننا، عاب يعيب معيب ودان يديم مدين، لكن ده كانوا زمان يسموه الصفة المشبهة، ولكن صارت لا تدرس. إيه المقصود بكلمة مشبهة؟ هي وزن الفاعل اللي بيعطي معنى المفعول، زي هذا قتيل بمعنى مقتول، وهذا جريح بمعنى مجروح. عاوز تريح دماغك وتمشي على وزن المفعول، عادية جدا جدا، مشيها على وزن كلمة مدين وعلى كلمة إيه؟ مهيب، اللي وقت الدرس يعرف الكلام ده. ادي الكلمة اللي عندنا يا اخواننا، وكنا سبقنا بيها ووضحناها لحبايبي من قبل. عندنا بعض اولادنا زعلوا من الكلمة دي، المؤمن يهدى بنور الله. ايه اللي مزعلك يا باشمهندس؟ جاء مبني المجهول. يا ابني يا بنت، ما انت عارف القصة، مش مبني المجهول. ايوه، رجعوا مبني المعلوم، هاتوا من الاول من تاني. ولو انت طيب ربنا حافظك، فاكر لما خدنا مع بعض الثلاثي الناقص، يعني كلمة دعا، فاكر دعا؟ كنا نبص الالف الوافة اصلها واو، دعا يدعو مدعو، كاس يكسو مكسو، فاكر انت؟ رجع يرجو مرجو، بيه وز هذا يهدي مهدي، طويته مطوي. هو لعب اللعبه بتاعته، جاب يهدى، وماله يا حبيبي؟ انا مش همشي وراك يا عم الحاج، مش دي يهدى؟ هات الماضي بتاع يهدى هذا، بس كده، يبقى هذا يهدي مهدي، ولا في حاجه. ايه يا عم جاب كلمه يطوى تبقى طوى، جاب يطوى كده، بيغزنا هو، ولا تتهز يا حبيبي، قول له طوى، يبقى طويته مطوي. طب جاب لي كلمه، هي بقى اللعبه، جاب كلمه يكسى، لا يكسى كاس يكسو مكسو. فاللعبة تخلي بالك منها. اذا رجع الكلمة الماضي ان كان بالالف اصله هو. جاب كلمة يدع دعا يدعو مدعو. يرجى راجع يرجو مرجو، ولا في حاجة. جاب كلمة زي كلمة عندنا يهدى هدى يهدي مهدي. فطبعا كلمة يهدى من هدى يهدي، يبقى كلمة مهدي بهذه الصورة يا احبابي من الثلاثي. هكذا كانت الاجابة عندنا، الاجابة الصواب المؤمن مهدي بنور الله، وتبقى شبه الجملة في محل رفع نائب فاعل احبابي الشباب. بعده بالعلم يدرك اقصى المجد من امم، ولا رقي بغير العلم للامم. يعني من الاخر، اذا ما اردت مجدا، إذا ما أردت مكانة عليا، مكانة رفيعة، اطلبها بالعلم. اسم التفضيل فين بقى يا ترى؟ أقصى المجد. وقف. هذا يا أحبابي اسم التفضيل أضيف إلى معرفة، ودي الحياة الرابعة. فلو كان مضاف إلى معرفة، فاكر أنت، يجوز أن يلزم الإفراد والتذكير، لا يثنى ولا يجمع، أو أن يطابق في العدد والنوع. اسمها حال الجواز، يا دكاترة يجوز، يا دكاترة يجوز. بقول لي وجوب؟ لا. طيب وجوب المطابقة، ده الحالة التانية اللي بيجب فيها المطابقة. وجوب المطابقة في العدد والنوع، لا يا إخوانا. اللي عندي رقم 4 جواز المطابقة أو الإلزام. يا دكتور خلي بالك، هكذا يجوز. الحالة الرابعة، محمد أفضل الناس، أحسن الطلاب، أجمل المدارس، يجوز أن يلزم الإفراد والتذكير أو يطابق في العدد والنوع. والعلم مصباح الحياة، فنقبوا من قبل أن تثبوا عن المصباح. يعني إذا ما أردت هكذا نجاحا، هات العلم. العلم هو المصباح الذي ينير لك الظلمات. أين المشتق؟ المصباح. هذه عندنا يا أحباب اسم آلة بين جدا. مهبط الإلهام وادينا، الذي أعجز الشاعر فيما يلهمه. هو الرجل بيقول لك مهبط الإلهام وادينا، فحد المكان، يعني وادي النيل أو وادينا أو أرضنا أو مصر هي المهبط، فهذا مكان. إيه اللي بيدل؟ الوادي، والوادي مكان. فطبعا ده من أي المشتقات؟ هذا عندنا اسم مكان. ليه يا دكتور عندنا؟ أصل هنا ما فيش حد ما قاليش مهبط الإلهام عصرا أو مهبط الإلهام ليلا، لا، ده يقول لك مهبط الإلهام وادينا، هذا مكان. الإيمان بالله سبيل الراحة النفسية، ما تحته خط على الترتيب. الإيمان ده مصدر إيه؟ والله مش هجاوب. إحنا اتفقنا حاجتين، أي همزة قطع من تحت رباعي، ولا نسيت؟ أي همزة من تحت رباعي، ده قانون. إسلام، إحسان، إنكار، إدخال، إخراج، هكذا، إرهاب، إرضاء، إعطاء، أي همزة من تحت قطع ده مصدر رباعي. طب الإيمان الماضي آمنة، 4 حروف، الألف، المد، الميم، النون، تبقى الكلمة عندنا إيمان. النفسية، اوعى يا ولد، اوعى يا دكتور، اوعى، طول مصدر صناعي كده نعدبك. ليه؟ مش قعدنا نحفظ أولادنا وحبيبنا إن المصدر الصناعي كلمة إيه؟
ما ينفعش تيجي نعت، وانت عارف الكلام ده. فاللي يغلط هنا يتعاتب، اصل انا كمدرس ليس من قدرتي ولا امكانيتي ان اتجرأ عليك وانه كلام مش حلو، لا تتعاتب. بس لو جبتها فيها صفر ليه؟ قايل لك ان المصدر الصناعي ما يش نعت، فاللي اختار نعت يعاتب. ده اسم منسوب، قلنا 50 مرة المصدر الصناعي بيجي فاعل مفعول مبتدا زي ما يجي، لكن لقيت نعت. فالايمان ده مصدر رباعي، امن ايمان ده كده مصدر رباعي اهو يا احبابي. النفسيه ده اسم منسوب، هكذا يا احبابنا، هذا اسم منسوب نسب. فدور بقى شوف بقى، يبقى الاجابه عندي هكذا رقم جيم، ان هذا مصدر رباعي واسم منسوب. فابتدر مسعاك واعلم ان من بادر الصيد مع الفجر قنص. كان شاهد شعري في الاختبار التجريبي. ابتدر مسعاك، قم بدري، يعني اذا اردت السعي مبكرا ما تكسلش بقى. ابتدر مسعاك اي ابتدر سعيك، هذا مصدر ميم. ميم ايه المصدر؟ الميم قلنا الحبيبي مصدر ياتي على وزن مفعل او مفعل من الثلاثي، بس بدون دلاله على مكان او زمان. اقول يا اخواننا ماكل الحلال يرضي الله، يرضي الله يعني اكل الحلال. مشرب الدواء هكذا يفيد البدن. يا سيدي إن مسعى الطالب للعلم عظيم. يا سيدي محمد يحسن ملعب الكرة أي لعب. مرعى الغنم يزيد أوزانه أي رعي. فكلمة ابتدر مسعاك أي سعيك. قال الشاعر: خير الصنائع في الأنام صنيعة تنبو بحاملها عن الإذلال. يعني أجمل الأخلاق اللي تبعدك عن الذل، ما تتذلش. الإذلال هذا مصدر رباعي يا أحبابي، أذل إذلال. يبقى ده قدام سيادتك بهذه الصورة، لا ده مصدر رباعي. الإجابة عندنا ده القياسي يا أحباب. المصدر القياسي أذل، تمتين أده وماله حبيب قلب أهي، أدي الكلمة أذل. نعد، أدا 1 2 3 4 إذلال. 16 الجملة التي لا تشتمل على مصدر صناعي، يعني فهمت إن في 3 جمل فيهم صناعي وجملة واحدة مش فيها، 3 جمل فيها صناعي. طيب نسيب اللي فوق عشان يتحل بالقدر كده. يجب أن تحظى المعرفية وماله بالراحة. أسألك سؤال، يجب أن تحظى المعرفية، بالله عليك هل قبل ألف ولا هل دي نعت؟ ده دي فاعل مرفوع بالضمة، خلاص يبقى ده ينبقى صناعي يعني صادي أحباب، أدا كده عندي صناعي. تأخذني المعرفية دفاع، يبقى ده صناعي يا أحباب. المعرفية بالعلوم تساعد على التقدم، ده مبتدأ يا باشا، يبقى ده صناعي. دول كلهم كده مصدر صناعي، لكن بص بقى العلوم المعرفية ده نعت، يبقى منسوب. منسوب، انت بتنسب لكلمة معرفة. يبقى دي كده يا أخوانا عندنا هذا اسم منسوب، تبقى الإجابة عندي يا أخوانا هي دي. يبقى الجمل التي لا تشتمل على مصدر صناعي العلوم المعرفية. يا دكاترة أحبائي دي كانعت، وطالما نعت يبقى هذا اسم منسوب. لا يحقق الكسول هدفه، عند صياغة اسم التفضيل من الفعل نقول. حبيبي وإحنا بنشوف لما فتحنا الإجابات لقينا بعض إخواننا احتدوا علينا، الناس اختارت إيه رقم ألف. يا إخواننا ربنا تاني مرة ربنا يكفيك شر انتقال النظر، انك توصف في حتة غلط. كتير من اولادنا لخبطوا ما بين التفضيل والتعجب، هو انا ذنبي بقى؟ ما انت اللي مخدش بالك سيادتك وعاوز تفضيل. ذنبي ان الطالب جاب تعجب، ليه تحملني بقى المسؤولية يا دكتور؟ هو عاوز هنا ماذا؟ عاوز تفضيل. فكلمة ما اقدر الا من باب وتلت كده غلط، ليه؟ ده تعجب. الكسول أقدر أن يحقق غلط، واستنى بقى يا دكاترة مين فاكر لما أنا قلت لك إيه؟ لو جاب لي فعل منفي أو مبني للمجهول، منفي أو مبني للمجهول، أستخدم المصدر المؤول بس. لا يتقدم محمد، محمد أقدر ألا يتقدم. لا يفوز علي، علي أقدر ألا يفوز، ألا والهمزة من فوق ما تقولش أن، لازم ألا. طيب
اتفرج بقى، الكسول اشد تحقيقا، ده مستحيل. ليه بس يا دكتور؟ استنى بس علينا، استنى، مش انا قلت لك اذا جاء منفي او مبني المجهول لازم مصدر مؤول، ما تجيبش مصدر صريح. يصام رمضان، رمضان احق ان يصام. لا، لا يتقدم محمد، محمد اقدر الا يتقدم. الكسول اقدر الا يحقق، دي الاجابه الصح. ليه بقى؟ بص، مصدر مؤول وفي ادغام، الا. لا يتفوق علي، علي اقدر الا يتفوق. يجب على الشباب تنمية قدراتهم حتى يحققوا النجاح. عايز المصدر السماعي والقياس على الترتيب، على الترتيب، يعني هات لي السماعي الأول ثم القياس الثاني. ليه؟ هنشوف، لأن في لغز في هذه الجملة. يجب على الشباب التنمية. أنا عاوز التنمية دي مصدر إيه؟ مصدر إيه؟ ما تجاوبش. لو أنت طالب شاطر ما تجاوبش. ليه ما تجاوبش؟ هات الماضي وعد الماضي، هي مش كيمياء يعني. نم أهي، ايه مش انا بعرف اكتب املا؟ عادي يا عسل، ادي نم اهي. كم حرف؟ اربعة. خلاص يا عم، نم. ادي اربع حرف، النون الميم مضاعفة ليا، نم. دكتور ده رباعي، ولو رباعي يبقى قياس يا باشمهندس. يجب على الشباب تنمية قدراتهم حتى يحققوا النجاح. النجاح مصدر ايه يا استاذتنا؟ ثلاثي. نجح نجاح اهو، بص يا دكتور كده، ثلاثي. يبقى ده عندنا سماعي، دكتور ده سماعي، يبقى ده قياسي وده سامع، بس اللي حاطط الامتحان خبيث، بمعنى انا عايز السماع الاول. فلو انت بدات بالتنميه ده صفر على طول. يبقى الصح ابدا بدي جيم، ده سماعي وده قياس، ده الصح. تم نبدا بكلمه مختلف، مختلف ما هيش مصدر يا حبيبي، ده اسم مفعول ان جت. تنمية ده قياس، افهم بقى يا دكتور. هو بدأ بالقياس، عاوز السماعي الاول، انا عاوز السماعي. هو ايه السماعي؟ الثلاثي حسب الترتيب اللي هو طالبه بمشي. ادي النجاح وادي كلمة تنمية، فلك ابدأ بالسماعي نجاح، وادي القياسي تنمية. المثال ده عمل ضجة، ويا حبيبي احنا حلينه مرتين والله، والله علشان البعض يقول لك امتحان صعب وسهل، والله حلينا يا دكاترة في كلمات متشابهة، زي كلمة مهذب اجيب بعريانة من التشكيل، عريانة مش باينة فاعل او مفعول، اللي يبين اللي وراه. هو انا لما قلت لك كلمة ابنائه وقلنا الهمزة على السطر يبقى دي منصوبة، هنا كلمة ابنائهم ما دي مرفوعة، فانت شايل دماغك. معلش بقى، انا جايب الكلمة خالية من التشكيل دماغي، بس بعتمد على القاعدة بتاعت الهمزة دي على السطر، يبقى ده مفعول به، يبقى اسم فاعل، المهذب ابنائه، يهذب هو ابنائه. معلش، قلناها مرضين وجايبها في امتحان، فده يشتغل. كلمة ناسي او تاه دي ما تنفعش، يبقى المهذب يهذب ابناءه، الهمزة على السطر مفعول به، معمول اسم الفعل، اما فاعل او مفعول. اما المهذب ابناءه دي نائب فاعل، يهذب ابن، هنا يهذب ابناءه جاء مرفوع. فطالما دي منصوبة وبهذه الصورة عندي يا اخواننا، يبقى ده عندي ده مفعول به وهذا نائب فاعل، فتبقى الاجابة اسم مفعول هكذا، وعايز نوع المشتق، ده اسم مفعول هكذا؟ لا طبعا. طب ده اسم فاعل واسم فاعل؟ لا، لكن ده عندنا اسم فاعل واسم مفعول، دي الصح. وعايز نوع المشتق، ما تحته خط، ده كده اسم فاعل بعده مفعول به، المهذب ابنائه، هنا المهذب ابنائه يا احباب. فنعاتب اخواننا اللي غلطوا، عرفتها منين يا استاذ رضا؟ من اللي وراها كده، دي منصوبه، يبقى اسم الفاعل معمول مفعول به، يهذب هو ابنائه، هنا يهذب ابنائه، يهذب ضم وفتح. يسير الجنود رافعين أعلامهم، يسير الجنود خفاقة أعلامهم. يا دكتور هذا اسم فاعل عامل، طب قول لي عامل ليه؟ ليه؟ أحسنت، لأن يا دكتور جاء حال، مش قلنا اسم المفعول والفعل مبالغة، لو جاء حال يعمل. هنا يسير الجنود رافعين أعلامهم، يرفعونهم أعلامهم، دي مفعول بيها دكاترة. يسير الجنود خفاقة، دي حال، أعلامهم، هي مين اللي خفقت؟ صيد مبالغة الأعلام، يبقى أعلامهم دي قدام ستك عندي فاعل، ده المعمول. هنا جاء اسم فاعل عامل نكرة منون، سبب فين التنوين؟ النون، سبب الإعمال أنه جاء حال. هنا نفس الكلمة صيد مبالغة جت حال، هنا كلمة رافعين أعلامهم، من يرفعون؟ هم أعلامهم، مفعول به.
وهنا كلمة خفاقة أعلام، من التي خفقت وتحركت؟ الأعلام. يبقى هذا فعل، يبقى صح مفعول به زائد فعل. الإجابة رقم جيم بهذه الصورة. النصوص، قال شوقي عن نهر النيل: من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق. بكلام نهر النيل، نهر النيل. يقول شوقي بداية بارعة: من أي عهد تتدفق؟ بقول له: أيها النيل العظيم، من أي زمن، من أي عام، من أي يوم وأنت تتدفق بالخير؟ قل لي من سنة كام. فهذا استفهام فيه معنى الدهشة. من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدقه، يعني بأي يد وبأي كف كريم تغدق بالخير والعطاء للناس. فشوقي بدأ في بداية الأمر يسأل السؤال: ما الزمن الذي بدأ به نهر النيل؟ فقال: أنت من زمن. ثم هكذا يتعجب ويندهش من عطاء النيل، كأنه يقول: أنت تتدفق بين القرى منذ القدم، وأنت تغدق القرى هكذا. بماذا؟ بالخير والعطاء والنماء. سؤال بقى استفهام: ومن السماء نزلت؟ هل أنت أيها النيل العظيم قد نزلت من السماء؟ أم فجرت من عليا الجنان؟ أم أنك أنت نزلت من الجنة؟ استفهام في معنى الدهشة. هكذا يا أخواننا، في معنى التعجب يفيد تعظيم نهر النيل. فقال: نهر النيل هذا نهر عظيم، ربما نزل من السماء، أو ربما نهر النيل عين من عيون الجنة تجري على الأرض، ممكن. قال: أم فجرت من عليا الجنان، تفجرت من الجنة، جداول تترقرق، يعني أيها النيل هل أنت من السماء أم أنت من الجنة؟ قد تفجرت تجري كده أنهار، فرع هنا وفرع هنا وفرع هناك، وانت عارف فرع النيل. فكأنه أراد أن يعظم النيل ويقول: النيل هذا منحة الله من السماء، أو عين من عيون الجنة جرت روافدها في كل مكان. لسه بيسأل بقى: طيب وبأي عين؟ يعني أيها النيل أنت جئت من أي عين الماء؟ الله أعلم. أم بأي مزنة؟ المزنة السحابة. أم أنت أيها النيل العظيم قد جئت من أي سحابة؟ أم أي طوفان؟ ها، أنت جئت من أي طوفان؟ أم أي طوفان تفيض وتفهق، أي تفيض بالخير. كلمة تفهق تملأ، عمل تملأ، تملأ بقى المجاري، يعني هكذا هي قنوات الماء والأنهار ومجاري الأنهار. فأراد أن يعظم النيل في استفهام جميل جدا في معنى الدهشة والتعجب، حيث أكد أن نهر النيل ربما قد نزل من السماء، أو تفجر من عيون الجنة، أو ربما يكون من عين طاهرة قيمة شريفة، أو سحابة طيبة، أو طوفان كجرة. شبال عطاء: وبأي نول أنت ناسج بردة للضفتين جليدها لا يخلق. عارف أنت البردة؟ العباية، قماش كده، حتة قماشة كده اسمها بردة، كان زمان زي العباء بتدفى بيها كده. بقول له: يا نهر النيل بأي نول؟ النول عارف ان في صناعة يدوية بيصنعوا الانوال، يصنعوا بيه السجاجيد وكلام من ده. بقول له: بأي نول آلة للصناعة؟ قال: أيها النيل بأي نول صنعت سجادة خضراء، ركز بقى على ضفة النهر، هذه السجادة الخضراء لا تبلى، فالخضرة على جانبيك، فأنت صانع ماهر أيها النيل، فلقد صنعت لنا هكذا سجادة خضراء، مجاري خضراء، هذا الزرع وهذه الخضرة لا تنتهي أبدا. وبأي نول أنت ناسج بردة، فلقد نسكت على ضفتيك الخضرة والجمال، هذا الجمال وهذه الخضرة لا تخلق، أي لا تبلى، الثوب ده لا يبلى، يعني يخبرنا لا ينتهي. فيؤكد أن نهر النيل صانع بارع، صنع بنوله هكذا بساطا أخضر على جانبي النيل، وهذا البساط لا يبلى ولا ينتهي. أتت الدهور عليك بلك آلاف السنين، ومهدك مترع وانت مليان مية، وحياضك الشرق الشهية دفق. يقصو جاءت عليك آلاف السنين، وأنت أيها النيل ممتلئ بالخير لم تجف، وأنت تدفق بالخير ذلك الذي يغطي هكذا الشرق. تسقي وتطعم، أنت كريم أيها النيل، لا إناؤك ضائق، عمر إناء النيل ما كان ضيق. بالواردين، اشرب براحتك المية كتيرة، ولا خوانك ينفق هكذا.
ايه معنى كلمه الخوان ينفق؟ الخوان ده يا دكتور عارف انت الحله بتاعه الماء، حله الطعام اسمها خوان، الحله اناء وعاء، يعني النيل ده من الاف السنين يتدفق فيه الخير، عمر في يوم من الايام ما ضاق بالواردين اشرب ما شئت، والعمر في يوم من الايام وعاء النيل هذا خلى من الخير، فالنيل سخي كريم لا يرد ابدا سائلا، فهذا النيل عمر ابدا اناؤه ما ضاق بالواردين، وعمر خوانه هكذا يعني المائدة بتاعته ما خلت من الكرم. فهذا مثال وضرب مثل أن النيل أكرم ما يكون. والماء بيصب بقى المية، المية والماء تسكب، أنت بتصب المية فيسبك عزجدا، سبحان الله، أنت بتصب المية أول ما بتنزل في مجرى النهر هذا الماء يتحول إلى ذهب، العزجد الذهب هكذا. فيقول أيها النيل، أيها النيل، الماء يأتي من المصب بتاعته أول ما ينزل في هذا المجرى الجميل يصير هكذا عند الأصيل كأنه ذهب، والأرض تغرقها فيحيى المغرق. الله، أنت عارف أن الغرق بيدمر مش كده؟ إلا النيل، الحتة اللي النيل يغرقها فيها حياة، سبحان الله، مش كده ولا يلطم؟ ده في بلاد بتستنى هذه الفيضانات. فيقول عاجبت لك أيها النيل، فالماء ينسكب منك كالذهب، وأنت أيها النيل تغرق الأرض، فبمجرد أن تغرقها تدب فيها الحياة، مع العلم ان الغرق بيدمر، ولكن انت ايها النيل اذا ما اغرقت الارض وجاءت هكذا الفيضان حل الخير وظهر النماء. فبيعظم النيل. السؤال يقول المربي كلمة تغدق في البيت الاول، اقرأ. قال وبأي كف، خلي بالك كف العطاء رمز العطاء والكرم، وبأي كف في المدائن تغدق، تغدق تفيض ماء، هو عايز المراد، تفيض ماء تغرق الاراضي، تفيض كرما وسخاء تبهج. فكلمة تغدق اللي معنا يخبرنا هنا المراد بها عندنا يفيض كرما وسخاء. اتنين، خلي بالك من هذا السؤال، المغزى الضمني من ذكر كلمة سماء وكلمة عليا الجنان ايه هدفه؟ لآل النيل ده ربما جاء من السماء او تفجر من عليا الجنان، ماذا اراد بهذا؟ هل اراد وصف جغرافي؟ لا، هنشوف. هل أراد أن منبع نهر النيل إنما هو الجنة؟ لا طبعا. أم أراد بكلمة السماء وعليا الجنان تعظيم النيل وإعلاء المكانة؟ أراد تعظيم النيل وأراد إعلاء مكانته، ما أرادش عذوبة نهر النيل، ولا أراد أن نهر النيل إنما نهر من أنهار الجنة، لكن عايز المعنى التاني، المعنى البلاغي، الإيحاء، القيمة الفنية بما توحي. فما المغزى الضمني؟ ما هدفه من هذه الكلمة؟ أراد بهذه الكلمة تعظيم النيل وإعلاء مكانة نهر النيل. أي من الأبيات التالية تؤكد كرم النيل وسخاءه وكرمه على الخلق؟ في بيب بيأكد معنى الكرم والسخاء، وبأي نول أنت ناسج بردة للضفتين جديدها لا يخلق. البيت ده بيأكد معنى الخضرة، يعني يا اخوانا ان الخضرة والجمال على ضفتي النيل، ما يأكدش الكرم، براحتك كده. البيت ده بيأكد لك ان الخضرة على ضفتي النيل لا تنتهي، لكن ما يأكدش معنى الكرم. طيب، اتت الدهور عليك مهدك مترع وحياضك هكذا الشرق الشهية ضفاق، يقصد هنا نهر النيل ده ملآن على اخر مية، ما وصفش الكرم. تسقي وتطعم لا إناؤك ضائق بالواردين ولا خوانك ينفق، أراد معنى الكرم أهو، بتسقي تطعم عمر إناك ما كان ضيق هكذا، ولا الخوان مائدتك أو كما قلنا أوانيك كانت عندنا يا أخواننا فاضية. فده أكد معنى الكرم والسخاء في هذا البيت. كمل. والماء تسكبه فيسبك عزجدا والأرض تغرقها فيحيى المغرق، لا ده بيأكد عندنا يا أخواننا جمال ماء النيل إن زي الذهب يا أخواننا هكذا. فإذا اللي بيأكد لمعنى الكرم هذا البيت، ده نمط من ضمن الأنماط في الأسئلة المتحررة اسمها الأفكار الجزئية، يديك معنى ولك في أي بيت. فالناس اللي بتسمعنا تخلي بالها، وأنا قلت قبل كده مرة واثنين، النصوص 29 درجة من ضمنها أسئلة التذوق هذه والاستنتاج، فنخلي بالنا. يبقى البيت اللي أكد الكرم البيت رقم ج. تعدد الاستفهام، تعدد الاستفهام في الأبيات الأولى، قد أراد به شوقي، تعدد الاستفهام هذا ماذا أراد به شوقي؟ أراد التمني والرجاء، أن يتعرف المرء على فضل النيل،
أم أراد الدهشة والتعجب من عراقة النيل وعظيم فضله؟ أم أراد التقرير أو النفي؟ التقرير والوصف لا، ليه التقرير ده خبري؟ فالخبر للتقرير ده أسلوب إنشائي. النفي والاستبعاد لمن ينكر فضل النيل هو لا يتكلم عن إنكار فضل النيل، فدي مستبعدة. لكن قدام سيادتك أراد بهذا إثبات الدهشة والتعجب من عراقة النيل وعظيم فضله. ردت بنت قالت مش مقتنعة، قلت له ماله، تعالي أقول لك هو قال في الأبيات إيه الأولى. نرجع كده، هات الأبيات الأولى، فين بقى العراقة؟ هو لما يقول لي من أي عهد، من أي زمن بعيد، طب هل من السماء، هل من كذا، هل من كذا، فبيأكد عراقة أصلته أنه من آلاف السنين، ثم بيأكد معنى العطاء والفضل أن هذا النيل يفيض بأي كف. الكرم يا أخواننا بهذه الصورة، فأراد بهذا الاستفهام تأكيد معنى العطاء بهذا الشكل. فالكلمة قدامك بهذا قدامنا، أراد بهذا الدهشة والتعجب من عراقة النيل وعظيم فضله. غرقوا الأشياء هلاك ودمار إلا النيل، فإن إغراقه الأشياء نجاة وحياة. الشيء لما بيغرق بيتدمر، ده غير غرق يدمر. إلا النيل، إذا أغرق النيل شيئا فإن إغراق النيل حياة. فين البيت اللي بيأكد الكلام ده؟ من أي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن تغرق؟ ده بيتكلم بيسأل سؤال، من أي زمن جئت؟ هنا يسأل عن الزمن. طيب أتت الظهور عليك مهدك مطرع وحيادك الشرق الشهية تدفق، ده بيتكلم إن نهر النيل يخبلنا عندنا ملآن بالماء، والماء تسكبه فيسبك عزجدا، والأرض تغرقها فيحيى المغرق. الأرض تغرقها، الحتة اللي بتغرق بتغرق فيها حياة، فما أغرقته أيها النيل يحيى. يبقى الصح أهو، بص، غرق الأشياء هلاك ودمار إلا النيل، فإن إغراقه الأشياء نجاة. صح، فين البيت اللي بيحكي الدوان؟ قوله والأرض تغرقها فيحيى المغرق. أما تسقي وتطعم، لا إناؤك ضائق بالواردين ولا خوانك ينفق، ده أرض معنى الكرم. المعنى الدلالي الذي أراده شوق من البيت الرابعة، ماذا عرف البيت الرابع؟ شوف كان البيت الرابع يقول وبأي نول أنت ناسج بردة للضفتين جديدها لا يخلق أي لا يبلى. ماذا أراد؟ ركز بقى كويس، أراد النيل يصنع بردة جميلة خضراء تغطي كل أرض الوادي. استنى بقى علي، كلام حلو صح، بس استنى، أو النيل بيصنع بردة خضراء ثياب يعني. طيب أهمية مياه النيل في الري والزراعة ومقاومة الجفاف، حلوة بس بعيدة خالص يعني، دي بعيدة عن الاختياري. طيب أن النيل صانع بارع للبهجة والسعادة على ضفتيه، حلو بس مش ده في البيت. أن النيل ينسج الخضرة والجمال في ربوع مصر، وهي خضرة لا تبلى ولا تفنى، ده اللي حذرت منه. وبالله عليك استحلفك بالله، خلي بالك ما تسيبني، دي صح بس ناقصه، ما كملش البيت كله، جاب عنصر واحد بس، جاب عنصر النيل بيصنع البرده الجميله بس ما كملش، وقال ان الجمال لا يخلق ولا يبلى. ده اشمل، ان النيل ينسج الخضره والجمال، اهو اهو حلو كده. العنصر الثاني بقى وهي خضره لا تبلى ولا تفنى، فهمني من كده يا ولد، ان ممكن يا دكتور اي اجابتين صح، واحده منقوصه دي والتانية كاملة. لو طالب مستعجل خفيف يتكعبل تطير الدرجة، فخلي بالكم. يبقى نخلي بالنا من هذا الدرس، من الممكن اجيب لك اجابتين اجابة منقوصة نص الاجابة فوق والاجابة تحت في الاخر، المستعجل بيقع. هنا ذكر عنصر الخضرة بس، اه يا فندم، وادي البيت قدام سيادتك، بس خلي بالك سيادتك انفضلك انتبه. وبأي نول انت ناسج بردة للضفتين، حلو، نسج البردة. العنصر الثاني جديدها لا يخلق أي لا تبلى ولا تفنى، لا تبلى ولا تفنى، الخضرة موجودة الزرع يعني. فنخلي بالنا من هذا اللون يا أحبابي اللي استعجلهم واختاروا رقم ألف دول، أنت أتيت بنصف الإجابة، أما دال جاب بالبيت كله، فنخلي بالنا، درس أستفيد منه، غلط عادي كل بيغلط. تسقي وتطعم، لا إناؤك ضائق، في إجاز، اللي جاب الإجازة طالب حريف، هذا إيجاز بحسب المفعول به. قال تعالى في القرآن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كلوا إيه، خلي بالك بقى. يبقى كلمة تسقي ما قالش اسقي مين، ده حذف المفعول به للعموم،
وكلمة تطعم كل الناس أي تسقي كل الناس وتطعم كل الناس، هذا إيجاز بحذف المفعول به للعموم يا أحباب. ما القيمة الفنية للتشبيه فيسبك عسجدا؟ الماء بتنزل تبقى ذهب. ماذا أراد في البيت السابع؟ أراد إبراز تدفق النيل وتداخل موجته. هل ملك الماء بقى الذهب هكذا؟ عاوز أقول لك معناه أن المية كده بتندفع. تأكيد روعة النيل وشدة جماله حتى إن مياهه تضاهي الذهب عند، هي دي، عند الغروب. إطفاء قدر من الحيوية على الصورة حتى تعبر عن عنف الفيضان. إبراز شدة جمال النيل، صح صح، افهم يا أبو صح، بس في نقطة ده أشمل. أيوة أشمل ليه؟ فيسبك عسجدا، افهمني دي أشمل. هو بص يا فندم كده، تأكيد روعة أو النيل وشد الجمال، بص يا كده من فضلك هكذا، حتى إن تضاهي الذهب عند الغروب، وإمتى يكون ما ذهبي عند الغروب. اتسم أسلوب شوقي بالبيانية، حافظنا من التعليق، وأنا قدام ستك أهو، مش حتى على الموقع الخاص بتاعنا، لا ده على اليوتيوب كل شايفنا، قلنا التعليق مهم جدا جدا، قلتها ألف مرة ومرة، التعليق ثم التعليق يحفظ بتاع النصوص. حضرتك شوقي اتسم اسلوبه بالبيانية، الاجابة عشان اعتمد على الخيال الجزئي، تشبيه استعارة كناية مجاز. شوقي ما كانش عنده وحدة عضوية يا دكتور، ما كانش عنده خيال كلي، لم يكثر من المحسنات، لكن ده ادب يا اخواننا. شوقي اتسم اسلوبه بالبيانية لانه اعتمد على الخيال الجزئي. 30، قال شوقي إديسون ماذا ترى الكهرباء؟ أنت في الأرض فمن ذا في السماء؟ إن تكن تحكم في أزرارها إنه في يده زر القضاء. البيتان يعبران عن مظهر من مظاهر التجديد لدى تلامذة البارودي. هل تطبيع الشعر للقصص التاريخي دي بتاعت أحمد محرم وصف المنجز أم المخترعات؟ قلنا المخترعات الحديثة، الكهرباء ده مخترع حديث، المنجز كان شيء قديم ثم تم تطوير قاص في السفينة، دي مخترعات. قال شوق يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي، وكيف لا يتسامى بالرسول سمي، إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصمي. بيتكلم عن النبي، وإحنا قلنا يا إخواننا أي شعر إسلامي بيتبع أي اتجاه وأي مظهر من مظاهر التجديد، الاتجاه في بعض شعر اتجاها إسلاميا. قال البارودي لولا مداولة الأفكار ما ظهرت خزائن الأرض بين السهل والعلم، لولا العلم ما كنا نطلع خزائن الأرض، السهل الأرض المنبسطة، العلم الجبل، لولا العلم ما أخرج الناس كنوز الأرض. كم أمة درست أشباحها وسرت أرواحها بيننا في عالم الكلم. السؤال ده مهم جدا. البيتان يؤكدان سمة من سمات التجديد لدى شعراء الكلاسيكية. يا ناس الأدب يا رجال، الأدب ثم الأدب يا دكاترة، الأدب ده جزء من النص. هل ده بيأكد وضوح الجانب الفكري؟ ده سمة من سمات الديوان يا أحباب، مدرسة هناخدها إن شاء الله. التطلع للمثل العليا اللي حضر معنا وما غنى، ده الاتجاه الوجداني. جلال الصياغة وروعة البيان، حلاوة الموسيقى، هي دي من سمات مدرسة إخواننا الكلاسيكية، أو كما ذكرنا مدرسة الإحياء والبعث. يبقى يا إخواننا البيتان يؤكدان سمة من سمات التجديد لدى الشعراء، قلنا يا إخواننا جلال الصياغة، روعة البيان، حلاوة الموسيقى. قال إسماعيل صبري عن الدنيا غرورها، بسمت لك الدنيا وغرك حسنها، الدنيا ضحكت لك خدعتك بجمالها، فغلوت عبد جمالها الفتان فأصبحت عبدا للدنيا. يقول هكذا وانقدت، يعني مشيت ايه بلا إرادة، المنقاد كده ماشي على ملا وشه يعني، وانقدت مدفوعا بطيشك للهوى، وسباك منها ساحر الأجفان، أصبحت منقادا زليلا تابعا للدنيا، سباك أسرك منها ساحر الأجفان، يعني الدنيا ضحكت عليك وأصبحت زليلا لها أسيرا لها. طيب سلبت نهاك، الدنيا سلبت عقلك بغيها ودهائها، ها الدنيا ضحكت عليك سلبت عقلك بغيها، أي بغوايتها، بتزين لك الأمور، تزين الشهوات ليك ودهائها، ورماك سهم خداعها الخوان، رمتك الدنيا بسهم خداعها، مر الشباب وأنت مسلوب النهى، الزمن عدى وعقلك مش معك أنت مخدوع، مر الشباب وأنت مسلوب النهى العقل.
تلهو وتلعب في صفا وامان، ودنا المشيب، المشيب قرع مباغتا جلق على فجأة لك ناعين بينع العمر. يعني انت عمال تلعب في الشباب ومقضيها لا طاعة هكذا ولا كما قلنا دين او غيره، وعمال تلعب والدنيا شغلك ولعب بيك وعايش في الشهوات، لحد من سرق الشباب واتسرقت الرجولة وجاء المشيب. جاي بقى بيعيط على اللي فات، ينعي ما مضى. قال ودنا المشيب مباغتا لك ناعيا عهد الشباب لسالف الأزمان. يقصد ان الدنيا دي خداعة بتسحب الإنسان إلى الشهوات هكذا، بل أحيانا للطموح، وتبتسحب في شبابه وفي رجولته حتى يصطدم المرء بالشيخوخة ولا يكون قد قدم للآخرة شيئا. ما مرادف سباك وسباك منها سباك دي أسرك السبي، عارف انت السبية؟ السبية السبي الأسر السجن. فكلمة عندنا مرادف سباك أسرك بهذه السورة. هنا ما التركيب؟ يعني ايه الجملة اللي بتحب الغفلة انك انت غافل؟ بسمت لك، ابتسمت لي مش غفلة، في الغفلة. دنا المشيب مباغتا، دي بتحمي معنى المفاجأة مش الغفلة، البغتة مفاجأة. حضر والدي مباغتا فجأة، دي بتحمل معنى الفجأة اللي اختاروها، دي معنى المفاجأة مش معنى يا اخوانا الغفلة. غرك حسنى اي خدعك حسنى، ادي الغفلة. غدوت عبد جمالها، دي بتحب معنى الذل. غدوت عبد جمالها يبقى انت ذليل، يبقى بسمت لك الابتسام. دنا المشيب مفاجئا مباغتا، دي معنى المفاجأة. كلمة غرك اي خدعك يبقى دي الغفلة. حسنى خدعك حسنى هكذا. المغزى الضمن الابيات هو هدف، اقول لك بيتكلم عن الدنيا وخداع الدنيا. هل الهدف من هذا الدعوة الى الترفيه عن النفس، الدعوة الى طاعة الاحباب، التحذير من التسرع والطيش، ام التحذير من الاغترار بالدنيا؟ ما رأيك؟ الاجابة السليمة هكذا يا اخواننا عندنا، التحذير من الاغترار بالدنيا. وانقدت مدفوعا بطيشك، خلاص الدنيا لعبت عليك فانت مشيت وراها بطيشك، اي بسبب طيشك، اسمها باء سببية زي فاء السابية، باء باء بطيشك اي بسبب طيشك. فالعلاقة هنا يا اخواننا كانت تعليل وبيان سبب. كلمة عبد في البيت الاول لما البص كده، فغدوت عبد جمالها، عبد توحي بالطاعة، خلي بالك عبد بالطاعة والتقدير لما في الدنيا من سحر، عبد توحي بالطاعة والتقدير، ام الاندفاع نحو التعلق بالدنيا، ام الخضوع للدنيا لما فيها من فتنة وجمال. كلمة عبد توحي بالخضوع، بين قوي يا اخواننا، فانت بقيت خاضع للدنيا لفتنها وجمالها. يبقى مش العبد العبودية لما يقارن ما بين الطاعة والتقدير وبين الخضوع للدنيا، لا يبقى الخضوع جمال الدنيا زائل. لا، يبقى الكلمة اللي قدامنا يا اخواننا في كلمة، كلمة عبد توحي بالخضوع التام للدنيا وما فيها. من يسهل من يسلب عقلهم يسهل خداعه. ايه البيت اللي بيأكد هذا المعنى؟ نظام الشرح يجي كده، هل وانقدت مدفوعا بطيشك للهوى وسباك منها ساحر الأكفان؟ لا يا باشا، ده بيحمل معنى الأسر، إن الدنيا أسرت الإنسان، أسرته، سلبت نهاك عقلك بغيها ودهائها. هي دي فعلا، إن الدنيا سلبت عقله بغيها أي هكذا بخداعها، ورماك سهم خداعها الخوان، بين أوي، أدي كلمة الخداع هي رجالة، ودي كلمة عندي يسلب هي رجالة، فمين أو رقم به. اقرأ كويس الله عزك الأبيات تربطها بالسؤال، تقرأ البيت كامل. والمن يسلب عقله يسهل خداعه، هي سلبت عقله هنا ثم خدعته. يبقى إذن اللي يأكد هذا المعنى وهذه الجملة إنما البيت ده. ما نوع القصر وسباك منها ساحر الأكفان؟ هذا قصر بتقديم الجار والمجرور على الفاعل، ده فاعل يا رجالة، ده الفاعل. مين اللي سبك وأسرك يا دكتور؟ ساحر الأكفان. هذا قصر بتقديم الجار والمجرور على من؟ على الفاعل. قصر بتقديم الجار والمجرور على الفاعل يا أحبابي. سباك ساحر الأجفان. نوع الصورة وقيمته، إيه نوع الصورة؟ ودنا المشيب مباغتا، استعارة مكنية هكذا يا أخواننا. توحي بماذا على طول؟ توحي بخداع من المشيب مفاجأة مباغتا.
فتحبي المفاجأة، أي أن هذا الشيء فاجأك. فالاستعارة مكنية قدام سيادتك هكذا، توحي كما قلنا بخداع المشيب أو بمفاجأة المشيب لك. وازن من حيث الفكرة بين البيت الأول في الأبيات وقول إيليا بن ماضي. إيليا بن هشت لك الدنيا فما لك واجما، أي ابتسمت لك الدنيا فلماذا أنت واجم عبوس، وتبسمت فعلام لا تتبسم. يبقى إيليا بن ماضي بيأكد لك أن الدنيا جميلة بتبتسم لك، فلماذا لا تبتسم لها؟ اسمع عند التفاؤل والإقبال على الحياة. صبري ما قالش كده، صبري يقول يا رسيتك معنا كده، بسمت لك الدنيا وغرك حسنها فغلوت عبد جمالها الفتان، بيأكد لك أن الدنيا غرتك وصرت أنت عبدا زالها. قصده بغرور الدنيا، مش قصده إيليا بن ماضي، إيليا يقصد التفاؤل. هذا يقصد يا أخواننا عندنا أنك صرت عبد الدنيا ونسيت كما قلنا ما يؤهلك للآخرة. هنا بيقصد معنى أن الإنسان صار عبدا للدنيا وانخدع بجمالها الزائف، ولم يجهز نفسه ولم يعد نفسه لما هو قادم من الحياة الآخرة. تعال نشوف بقى المقارنة يا أخواننا بالراحة كده. صبري بيقول يحذر من صفاء الدنيا، إيليا أبو ماضي يدعو لأخذ الحيطة، لا إيليا أبو ماضي لم يدعو لأخذ الحيطة، إيليا أبو ماضي بيؤكد لك أن الدنيا تبسمت فأقبل عليها، دي مش حيطة ولا حذر، تبسمت فلماذا لا تتبسم؟ فأصبح النصف الأول صح والثاني غلط. إسماعيل صبري يعد صفاء الدنيا غرور، أيوة، أو البيت عنده بيقول لك الدنيا دي بتخدع. إيليا أبو ماضي يتفاءل، دعوة للتفاؤل صح بهذه الصورة. صبري يسخر من العبيد، هو لا يتكلم عن عبد، معنى العبودية ضد الحرية، ده بيتكلم عن انك انت تبقى انسان عايش للدنيا. إيليا أبو ماضي يسخر من البلهاء، لم يذكر هنا الحديث عن أبله. صبري يسخر من مغرورين، ما ذكرش المغرورين هنا. أبو ماضي يتعجب من الساخطين، لم يذكر الساخطين على الدنيا، فأصبح المعنى باء هو الصواب. قال هروي من راكب متن الرياح، ده أدب، كأنه ملك يصرف أمرها بزمام، الطيارة تركب متن الريح الطيارة وهي في إيدك يعني، أو محدث بالكهرباء عجائب، عارف أنت الكهرباء هكذا، طبعا أحدثت العجائب تتحدث عن الكهرباء وعجائبها، أو غائض أو غائس بالفلك أو عوام، عارف أنت الغواصة تغوص بها. هنا تكلم عن الطائرة، تكلم عن الكهرباء كأمر حديث، تكلم عن غائس الفلك اللي هي السفينة. استنتج من خلال الأبيات سمة عرفت بها مدرسة الإحياء والبعث. هل دي مناسبات ومحافل؟ لا يا أحباب. هل دي علاقة ده مجتمع؟ لا. أم هذا مخترعات ومنجزات؟ نعم، أد وصف المخترعات والمنجزات. قال محرم من ذا يرى دمه أعز مكانا من أن يخضم من فلسطين الربا، كبرت حين عفى الوفاء وما عفى في أرضها أثر البراق ولا خبا. قلت لك لو إن أي حد من تلامذة البارود بيتكلم عن بلد غير ما بلد عربي إسلامي، يبقى على طول العناية بالشؤون الخارجية للعالم الإسلامي. قال حافظ أنقذوا الطفل إن شقوة الطفل شقاء لنا، على كل حال إن يعش بائسا ولم يطوي البؤس يعش نكبة على الأجيال. دي قضية اجتماعية بيتكلم عن الطفولة. فطبعا يا أخواننا تبقى هنا البيت بيأكد سمة من سمات الإحياء والبعث، العناية بعلاقة قضايا المجتمع، النضال ضد المحتل، الإصلاح السياسي، الشؤون الخارجية. الإجابة عندنا العناية بقضايا المجتمع بهذه الصورة. وصلنا الآن حبيبي إلى القراءة. حبيبي وصلنا إلى القراءة المتحررة. قلنا لأولادنا بنقرأ قراءة متأنية بالراحة على الأسطر اللي بتقراها. حاول تحط أسئلة من عندك، أرجوك بالله عليك خلي بالك القراءة والتركيز. يقول الكاتب محمد المدني من أهم الدعائم التي تقوم عليها عظمة الأمة وتستقيم بها أحوالها أن يكون فيها رأي عام. إذن ده بيتكلم عن إيه؟ الرأي العام. إيه الرأي العام؟ رأي الأمة، رأي الشعب كله. يبقى بالراحة بقى خلي بالك ستك كده، يبقى هي الدعامة اللي بتقوم عليها عظمة الأمة وبتستقيم بها الأحوال وجود الرأي العام. بس خلي بالك مش أي رأي عام، رأي عام ناضج مهيب، لأن ممكن طبعا حد يلعب بدماغ الشعب يوجه الشعب ضد مصلحة الأمة. لا،
رأي عام ناضج محترم فاهم في مصلحة أمته. طيب يستلهمه القادة، يبقى القادة يتعلموا الرأي العام ويحافظ على الرأي العام، والقائمون بأمرها أي حد في مكان وظيفي معين يخلي باله من رأي العام، رأي الأمة يحترم. ويخشاه من تحدثه نفوسهم بالبغي عليها أو الانحراف عن الصراط السوي في تدبير شؤونها. يبقى الرأي العام ده مهم جدا، ده أساس نهضة أمة. أي حد بيتولى مكان يخلي باله من رأي الأمة ورأي الشعب، فمن حدثته نفسه بالبغي أي بالظلم يخاف من رأي الأمة، من حدثته نفسه بالانحراف عن الطريق المستقيم يخاف من رأي العام. وأهل السياسة الفكرة الثانية والاجتماع يحكمون للأمة أو عليها بحسب الرأي العام، فإذا كان من عادة الأفراد أن يهتموا بالشؤون العامة ويحرصوا على أن يكون لهم توجيه فيها ووزن لقيمتها وتمييز بين الصالح والفاسد، كانت الأمة بخير وكانت جديرة بأن تعيش وتكافح في معترك هذه الحياة وتتبوأ بين الشعوب مكانة حسنة. لحظة، الفكر العام بيقول لو كان في رأي عام وكان الحكام مهتمين جدا جدا برأي العام، مهتمين بمصالح الناس، عينهم على كل كبيرة وصغيرة، النتيجة هتبقى الدولة والأمة قوية جدا جدا. إذا كان في رأي عام لا يفرق بين الخاص والعام، نهتم بكل الدنيا بكل الناس بكل الطبقات، يبقى النتيجة أمة قوية. طيب وإذا كان الأفراد معنيين بشؤونهم الخاصة، يبقى مشكلة. هكذا يا إخوان، يقصرون عليها جهودهم وينفقون فيها كل نشاط وقتهم، ولا يعنيهم بعد ذلك أحوال المجتمع الذي يعيشون فيه. هكذا صلحت أم فسدت فالأمة على خطر عظيم، وهي صائرة بخطى واسعة إلى الانحلال. بيقول ولو حصل إن المسؤولين غلبوا المصلحة الشخصية على مصلحة الدولة، لأ الكده هتبقى الأمة دي صائرة بلا شك إلى الهلاك. يبيتكلم الفكرة العامة الرأي العام الناضج، إذا اهتم به المسؤولون دولة قوية أمة قوية. لكن لو احنا بقى غلبنا المصالح الشخصية، هكذا اهتمينا بالمصالح الشخصية وأهملنا مصلحة المجتمع، لا شك أن الأمة في طريقها إلى الزوال. طيب الراجل ده خلي بس سيادتك ليه رأي وأقام عليه الدليل. بيقول وهذا الأصل العلمي رأي العام له شواهد من واقع الأمم في القدم في القديم والحديث. يعني الرأي العام لو اهتمنا به في نجاح، لو ما اهتمناش في فشل، ده موجود منذ القدم. إزاي؟ قال لك وله في عصرنا الحاضر على وجه أخص أمثلة من الأمم القوية والأمم الضعيفة. قصده بالكلمة قصده إن احنا شفنا قدام عينينا إن الأمة القوية هي اللي بتهتم بالرأي العام، هي اللي بتهتم بالقضاء العام، هي اللي بتغلب مصلحة المجتمع على الفرد. طب الأمة الضعيفة تهتم بالرأي الخاص، تغليب مصلحة الفرد على المجتمع. يقول الكاتب لا أحسبني في حاجة إلى الإطالة، وإنما أريد أن أقول أن هذا الأصل الذي آمن به علماء الاجتماع وأصبح من الحقائق المسلم بها قد جاء بها الإسلام، فقرره الكتاب الكريم وبينته السنة المحمدية في جلاء ووضوح منذ 14 قرن. ده اسمه دليل نقلي. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الكاتب بيقول لك إذا كان موضوع قضية الرأي العام ونهتم بالأمة وبمشاكلها ونضرب بقوة على الأيدي الفاسدة، ألك ده موجود منذ القدم. قوله تعالى ولتكن منكم أمة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هكذا. فالكتاب جاء عندنا بدليل من القرآن يؤكد أن القرآن الكريم قد بيّن هذا الأمر حين قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني معنى الآية إذا أمرنا بالمعروف وأنهينا عن المنكر في فلاح. خلي بالك من خمسة، وهذه الآية هي أساس المسؤولية التضامنية بين جميع أفراد الشعب. ده بقى الرأي العام. إيه بقى المسؤولية التضامنية؟ كلنا نبعد واحدة. من أكبر الأخطاء التي تتحملها الشعوب إن تحمل القيادة كل شيء وننام ونلعب،
مش فرايز بقى خلاص يشيل الليرة، خطأ جسيم. فالكاتب قال لا يا باشا، دي مسؤولية تضامنية المجتمع كله مع بعض، ما ينفعش ألقي المسؤولية كلها على حكومة وأنا الشعب في وضع آخر، يبقى غلط. لكن لازم كلنا نتضامن، يبقى المسؤولية التضامنية التكافلية هي رأي عام شامل ناضج، يبقى الكل إيد واحدة. وهذه الآية أساس المسؤولية التضامنية بين جميع أفراد الشعب، إذ توجب على الأفراد أن يكونوا دعاء الخير المجتمع كله. كلنا ندعو الخير، ما هوش معنى الخير بقى هدعي مش وعظ، لا، أنا لما أدعو حد للعمل ده خير، ترك الرشوة ده خير، ترك الفساد ده خير، يبقى دي مسؤولية تضامنية تكافلية إن كل المجتمع كله يدعو الخير. هكذا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. يبقى إذن الآية القرآنية اللي جات لي ظبطت لي الدنيا، قالت لي إن موضوع الرأي العام ده خاص للكل، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية تضامنية يتسيل فيها كل أفراد الشعب. هكذا يبقى لما الكل يأمر بالخير وينهى عن الشر، يأمر بالإصلاح وينهى عن الفساد، في نجاح. فيؤلفون رأيا عاما يلزم كل إنسان بالاستقامة على المنهج والتزام الصراط المستقيم فيما هو مولى عليه. أي حاجة أنت متولى عليه، يعني الصانع في الصانع مولى على آلة حافظ عليه، الطبيب في مستشفى مع الاحترام للكل، المهندس في موقعه، المعلم مع طلاب، الرئيس في رعيته. يبقى لازم يا اخواننا عندنا في رأي شامل وفي حفاظ تام على هذه القيم، تأمر بخير وتنهى عن شر. يبقى إذن الآية القرآنية هي أدت إلى ماذا؟ معنى المسؤولية التضامنية، أن كل أفراد الشعب مسؤول كلهم إن هم ينهوا عن شر ويأمروا بمعروف، عندئذ تتقدم الدولة. ما ينفعش إنك أنت تخلي هكذا الشعب يكون في وادي والحكومة تلقى عليها التبعة والشعب سلبي، ما ينفعش. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن من في قوله تعالى ولتكن منكم للتبعيض، وأن المعنى على ذلك وجوب الدعوة إلى الخير والأمر المعروف، هذا وجوب كفائي. أنت ممكن لحظة معلش كده، إيه وجوب كفائي؟ يقصد إنها واجبة على الكل، لكن بحيث أن إن أقامها البعض سقطت عليه الباقي، ولو أخل بها الكل أثموا جميعا. لحظة، قال لك في حاجة في الدين الإسلامي اسمها فرض كفاية، وحاجة اسمها فرض العين. فرض العين ده عام واجب على الكل كالصلاة، فرض الكفاية إن قام به بعض الناس سقط الذنب عن الكل زي صلاة الجنازة. لو حد مات الأصل إن كل اللي في المكان ده ينزلوا يصلوا عليه، بس ده صعب، قلنا فرض كفاية لو شوية صلوا عليه خلاص. طب ما حد صلى أثم المجتمع. فالكاتب بتاعنا جاب رأي، البعض الناس بتحتاج وتقول ولتكن منكم أمة إن من للطبعين، يعني فرض كفاية يعني شوية ناس بس، العلماء والشيوخ. فالكاتب قال لأ، قوله تعالى ولتكن منكم أمة من دي للتجريد للعموم، يقصد كل الشعب. هكذا فإيرى كلمة أصدر بكلمة البعض يرى أن من للطبعين أي جزء، ولكن هذا غير سليم، ده كلام الكاتب. يقول يا أخوانا ورأى بعضهم أن من في هذه الآية ليست طبعيضية للبعض، وإنما هي تجريدية أمر مجازي للعموم، كما تقول لقيت من فلان أسد. هديك مثال بس، أقول لك إيه، أنا بقابل محمد، أو لقيت منك أسدا، يقصد لقيت أسدا. من دي اسمها تجريدية، نوع من المجاز تفيد العموم، وأنت تريد أن تقول لقيت هو. والمعنى على هذا كونوا أمة، يعني كلمة وكنتم أمنكم ولتكن منكم أمة، في رأيي ألك مش المقصود بعض، لا القصد كل الناس، ولتكن منكم أمة يقصد كونوا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا الرأي الأخير هو الحق، إن من مش للتبعيض فرض كفاية، ده من للعموم فرض عين على الكل. وهذا الرأي الأخير هو الحق وهو الذي نصير إليه ونقول به، وذلك لعدة أمور. رأي بيجي بالدليل، منها أن الله سبحانه وتعالى قال في أخرى كنتم خير أمة، كلكم كنتم، الضمير عائد على الكل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنوا بالله. وفي هذه الآية أسند الفعل صراحة إلى ضمير الأمة، قال اللي بيقول لي ولتكن منكم أمة شوية بس صغيرين الشيوخ والعلماء بس، لا الغلط، ده كلمة من دي بتفيد التجريد أي العموم. والدليل قوله تعالى كنتم خير أمة للناس، لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالكاتب اللي معانا ذكي،
عاوز يخلي لك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده امر عام في الامه كلها. ليه بقى؟ لما انا شخص امر هنا بالخير وارفض الشر، امر بالمعروف وانهى المنكر، يبقى كده في راي عام ناجح، يبقى الدوله تتقدم. سيادتك طبيب تامر بخير وتنهى عن شر، مهندس معلم، الى ان تصل الى اعلى رتبه في الدوله. فالمقصود من هذا المقال كله بيتكلم عن الراي العام، ان وجد الراي العام وبقى نصب عين المسؤولين واهتمينا بمصلحة الأمة ولم نغلب المسؤولية الشخصية هننجح. أما لو إحنا غلبنا المسؤولية الشخصية اهتميت بنفسي أنا وهملت عامة الناس، إذن ده في فشل وضيع. الكاتب جاء بدليل نقل من القرآن يقول لك إن ربنا أمرنا كلنا إن إحنا نأمر بخير ننهى عن الشر، نأمر بالإصلاح ونرفض الإفساد. قال تعالى ولتكن منكم أمة. الكاتب البعض ناس بتقول ولتكن منكم أي من بعضكم، شوية صغارين رفضوا، قال لا، من هنا تجريدية تفيد العموم، يقصد أنكم كلكم تأمر بالمعروف وكلكم تنهى عن المنكر، يبقى الرأي العام مسؤولية الشعب كله. بص يا باشا، المربي كلمة الأمة تتبوأ، تتبوأ تشهد أم تسيطر أم تحتل. طبعا كلمة تتبوأ عندنا إخواننا المربي هنا تحتل، أنت بتتبوأ مكان عظيم بتحتل. لو طلب منك أن تضع عنوان لهذا المقال، هل هتقول الفساد والانحلال طريق الهلاك؟ فكرة جزئية. هل هتقول أهمية المسؤولية التضامنية بين أفراد الأمة؟ دي فكرة جزئية. أي سيادة، المسؤولية التضامنية فكرة جزئية مش فكرة كلية. الرأي العام الناضج هو السبيل الوحيد لنهضة الأمة. نعم، الرأي العام الناضج هو السبيل الوحيد لنهضة الأمة، ده المعنى الأصوب. إذن جيم هي الإجابة السائمة. في ضوء الفكرة الثانية، تتبوأ الأمة مكانة حسنة بين شعوب. إمتى؟ إمتى الأمة تتبوأ مكانة؟ حينما نحرص على الملك الخاص ونهمل الملك العام. يعني أنا لما اهتم بأمور الشخصية والآخرين يكشيوا له، عفوا في اللفظ، ده في تقدم؟ لا. يبقى متى تتبوأ وتحتل مكانة عظيمة؟ هل عندما نحرص على الملك الخاص؟ لا طبعا. طيب عندما يتم تعليم الأمي وعلاج المرض؟ أيوة، بس مش هي في المقال. حينما نوحد توحيدا تاما بين العام والخاص؟ نعم، تبقى للمقال. المقال بقولك إمتى الأمة تتبوأ مكانة؟ لو وحدنا من الخاص والعام. يعني زي ما أنا بهتم كما قلنا بشؤوني أهتم بشؤون الدولة، زي خدنا من قبل، أنا بهتم ببيتي أهتم بالشارع، أنا بهتم بعربية الخاصة أهتم بالمواصلات العامة، كمادة مثال من قبل كالطبيب كما قلنا يهتم بالمرض في العيادة بتاعته بيهتم به في المستشفى العام. فلو حد من الخاص والعام كله زي بعضه تتقدم الأمة. إذن السؤال، متى تتبوأ مكان عظيمة؟ إذا وحدنا توحيدا تام بين الخاص والعام. تصير الأمة إلى الفساد ثم الانحلال ثم إلى الهلاك. ركزوا في السؤال عشان الله بطلبة كتير، لازم أكون أرى القطع كويس جدا. إمتى؟ إذا فقدت الكوادر العلمية، صح بس مش هالمقال. إذا كان الأفراد معنيين بشؤونهم الخاصة ولا يعنيهم الشؤون العامة، صح. ثانية بس، إذا فقد الرأي العام الذي يتكلم بلسان الشعب، صح بس مش شايف المقال. طب ازاي اشمعنى بيه صح؟ نرجع للمقال، هو ايه اللي بينه وبينك؟ القطع اللي جاي اللي بيقول اذا كان الافراد بيهتموا بالشان الخاص ويهملهم الشان العام، كل حاجه تضيع. فين الكلام ده؟ اروح بعيد ليه؟ اقرا المقال براحتك، مش القراءه اللي بيستطروا بها الناس اهو. واذا كان الافراد معنيين بشؤونهم الخاصه فحسب، يقصرون عليها جهدهم وينفقون فيها كل النشاطات ولا يعنيهم أصحاب أحوال المجتمع، ها، فالأمة على خطر عظيم وهي صائرة بخطى واسعة على الفساد ثم الانحلال. يبقى ليه رجاء، القراءة سهلة بس اقراها، أما تستعجل لا، خليك بقى بيجيب كل الإجابات صح ولكن في أصح، خلي بالكم من دي، قلناها بدل مرة 10 مرات، بيجيب كله صح وواحدة هي الأصح. سعادة الباشا كمل كده، يبقى الإجابة إذا كان الأفراد بهذه الصورة عندنا معنيين. قال ولتكن منكم أمة، الرأي الذي يراه العلماء حتى تعم الفائدة. إن حرف من هنا للتبعيد؟ لا، لو للتبعيد يبقى شوية ناس يدعوا والباقي ينحرفوا، لا ده لازم يكون عامة، لازم طبعا يا إخوان للعموم، يبقى الدعوة عامة في الأمة، يبقى كل مسؤول. ما تقولش أنا مالي يا باشا، مش عندي حكومة ورئاسة وشايلهم، شيلوا أنتوا. لا يا باشا، أمال فين الشعب؟ وإذاك لما تبقى عامة يبقى الكل مسؤول، الرئيس والمرؤوس، يبقى كل ينجح، يبقى كل بيأدي دوره. فلما كنا للعموم أفضل وأحسن يا إخوان.
أساس المسؤولية التضامنية كلنا في إيد بعض، إيه أساسها؟ هل الاهتمام بالشأن الخاص؟ لا. الرأي الخاص؟ لا. الإجابة الاهتمام بالشؤون العامة. يا دكتور لو تمت العناية بالشؤون العامة يبقى مسؤولية تضامنية، يبقى كل متضامن كله من أصغر إنسان لا على إنسان، يبقى حين نهتم بالشؤون العامة للمجتمع بكل كبيرة وبكل صغيرة دي مسؤولية تضامنية. قال تعالى ولتكن منكم أمة، أراد الكاتب بهذه الآية وجود الرأي العام يعد فرض كفاية ولا وجود الرأي العام فرض عين؟ فرض عين يا أحباب، ده اللي معنا بيكون فرض عين يعني عام على الكل، يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده فرض عام. فرض عام هذا المقال يا أخوانا ظاهرة وتفسير؟ لا، دي من الظاهرة بفسرها ولا خطأ وبصلحه ولا رأي وتعليل، بل هو رأي وإقامة الدليل عليه. إيه الرأي يا دكتور وأقامة الدليل؟ الرأي العام وأقامة الدليل إن أنت يا أستاذ عشان يكون في نجاح في الرأي العام لابد أن تكون في مسألة تضامنية، برضو كان له رأي في كلمة إيه؟ من، وأقام عليها الدليل أن الرأي إن يكون عام، فهذا رأي ثم أقام عليه الدليل. الرأي بتاعي يا أخوانا نجاح الأمة في الرأي العام، ثم وضح هذا الأمر وأقام الدليل على هذا الأمر. حبيبي الوقت احنا وصلنا الى الجزء الثاني في القراءة، ده سيرة ذاتية ربطناها بطه حسين بيتكلم عن محمد عبده. محمد عبده شيخ الازهر بيتكلم عن طريقة التعليم العقيمة وطرق التدريس الرديئة اللي كانت موجودة زمان، وازاي كان الاساتذة بيعلموا الطلاب حاجة هم مش فاهمينها، الاساتذة يطلع جيل من العلماء وجيل من الشيوخ مش فاهمين حاجة. هنشوف، بيقول تعلمت القراءة والكتابة في منزل والدي، يبقى تعلمت الأول قراءة وكتابة بتابوي، حلو؟ طيب ثم انتقلت إلى دار حافظ القرآن قرأت عليه وحدي جميع القرآن، أدي أول حاجة، يبقى أول مرة أرى القرآن لوحده منفرد كده، قرأ القرآن منفردا، يبقى دي أول مرة قرأت عليه القرآن منفردا. ثم ثاني مرة ثم عدت القراءة حتى أتممت حفظه جميعه في سنتين، يبقى أول مرة كده أرى كما قلنا القرآن عليه، تاني مرة أرى تاني مرة وأكد القرآن، في المرة التانية أدركني في ثانيتها صبيان أهل القرية، الصبيان كلهم جم إيه؟ مع محمد عبده، جاءوا من مكتب آخر كتاب تاني، هم كانوا في كتاب لو محمد عبده شاطر حفظ قال يبقى الرجل ده شاطر، سيدنا ده شاطر بيحفظ، فسابوا الكتاب بتاعهم وهم كتاب مين؟ محمد عبده، ليقرأوا القرآن عند هذا الحافظ الشيخ، ظنا منهم أن نجاحي في حفظ القرآن كان من أثر اهتمام الحافظ. فدي غلطة، العيال كانوا في كتاب تاني، محمد عبده في كتاب، محمد عبده مجتهد حفظ القرآن وأكله، فلما تعرف أن محمد عبده حفظ الصبي ساب الكتاب بتوم وجوم هنا، ظنا منهم أن سيدنا الشيخ اللي برب محمد عبده شاطر في التحفيظ، ما كانوش واخدين بالهم ان الشيخ ده اصلا ملوش عندنا سبب، بس اجتهاد محمد عبده هو اللي حفظ القرآن. بعد ذلك حملني والدي الى طنطا حيث كان اخي لامي، اخو من امه الشيخ مجاهد، ده اخو محمد ايه عبده، كان فين الشيخ مجاهد؟ كان في طنطا، لاجود القرآن. ايه معنى كلمة اجود؟ اخد احكام التجويد احكام التلاوة في المسجد الاحمدي بطنطا لشهرة قرائه بفنو التجويد، وكان ذلك عام 1279 هجرية، وفي سنة 281 هجرية جلست في دروس العلم. ثانية بقى بالراحة واحدة واحدة، يبقى نفهم كده، أبوه خده من إيده قال له يلا يا شيخ محمد اطلع على طنطا اقعد مع أخوك، هعمل هي بقى هناك هتخش المسجد الأحمدي، هتعمل فيه هناك يا محمد عبده هقرا التجويد، إيه بقى التجويد؟ أحكام التلاوة، المادة والغنة وكلام من ده، يبقى أول درجة في العلم أحكام التلاوة، خلص أحكام التلاوة هيخش على الشيوخ يقرأ بقى الكتب. يقول وبدأت بتلقي شرح الكفراوي، هياخد بقى دروس علم، دروس بقى وخلص إيه؟ أحكام التلاوة هيقرأ الكتب. بدأت بتلقي شرح الكفراوي على الأجرومية اسم كتب في المسجد الأحمدي، وقضيت سنة ونصف لا أفهم شيء لرضاية طرق التعليم. هناك زمان الشيوخ ما كانوش بيحفظوا، لا كان يمسك كتاب يقرأ والعيال قدامه مش فاهم حاجة، مالوش دعوة الشيخ بيقرأ ويغني بس، فكانت طريقة التدريس سيئة جدا جدا. طب العيال ده مش فاهم ولا هنا يتحرق الطالب، فمحمد عبده قال فضلت سنة ونص قدام شرح الكفراوي مش فاهم منه حاجة، طريقة التعليم رديئة رديئة. طيب فإن المدرسين كانوا يفاجئوننا باصطلاحات نحوية أو فقهية لا نفهمها، يا العيل قاعد كده يسمع مصطلحات كده، مثلا الممنوع من الصرف، إبدال إعلال كلام كده غريب جدا،
طب ده حتة عيل يعني ينفع كل السعيل في حضانة، تعالى يا حمادة البس المنوم الصرف. الحال النعت كان ده عيل. فمحمد عبد الزعلان قال أنا لما خلصت التجويد رحت للجامعة الإيه؟ الأحمدية، بدأت بقى دروس شرح الكفراوي. الراجل بينطق مصطلحات مش فاهمها ومش بيفهمنا، يبقى إذا طريقة التعليم كانت رديئة، وكان يفاجئون الطلاب بمصطلحات كما قلنا لا يفهمونها ولا عناية لهم بتفهيمها، هكذا ولا عناية لهم، أي لا اهتمام لهم بتفهيمهم إياه. يعني الشيوخ أصلا ما كانوش بيفهموا الطلاب ولا في دماغهم، هو بيقرأ بس بيغني. يبقى إذا خلي بالك محمد عبده اللي معنا بيقول وقضيت سنة ونصف لا أفهم شيئا لرداء طرق التعليم. لماذا بقى؟ لأن المدرسين كانوا يفاجئوننا هكذا باصطلاحات نحويات أو فقهية لا نفهمها. إذن دي المفاجأة بهذه المصطلحات لسه، ولا عناية لهم بتفهيمه ولا كان بيهتموا يفهموا لنا هكذا. طيب فأدركني اليأس من النجاح فهربت من الدروس، أدي النتيجة السلبية، يأس هرب هو زي غيره. ليه؟ الشيخ قاعد عمال يدي كلام والعالم مش فاهم أصلا أي حاجة ويمتحن في الكلام ده، فأصاب محمد عبده اليأس وهرب هكذا واختفيت لمدة 3 شهور حتى كده استخبى فيها. يبقى الأثر السيء لطريقة التعليم الرديئة والمصطلحات الصعبة إن محمد عبده أصابه الإحباط واليأس فهرب من الجامع الأحمد واختفى. ثم عثر علي أخي أخو أفشو من أمه فأخذني إلى المسجد الأحمدي بطنطا وأراد إكراهي إرغامي على طلب العلم، فأبيت وقلت قد أيقنت ألا نجاح لي في طلب العلم ولم يبقى علي إلا أن أعود إلى بلدي وأشتغل بملاحظة الزراعة كما يشتغل بها الكثيرون. وانتهى الجدال بتغليبي عليه بتغلبي، فأخذت ما كان لي من ثياب ومتاع ورجعت إلى محلة نصر بتاعت محمد عبده على نية ألا أعود إلى طلب العلم وتزوجت في على هذه النية. يبقى النتيجة السلبية إن محمد عبد لما طريقة التدريس سيئة ورديء هرب أخو أفشو، تعالى يلا ارجع من تاني، قال والله ما ادخلها ولا عتبها من تاني، قال له ربنا ما نمكمل أنا هرجع القرية أشتغل ملاحظ زراعي مع الفلاحين هناك، وعقد النية على كده وروح محمد عبده. يبقى اللي خلى محمد عبده يطفش ويهرب كما قلنا رداءة التعليم، أن الشيوخ لا يفهمون الطلاب شيء. هنا محمد عبده خطير جريء بيوريك مصيبة وكارثة حلت بمصر في زمن ما. انت لمؤاخذة في اللفظ مع احترام للكل، انت متخيل لما يكون الشيخ جاهل العالم جاهل هيعلم الناس ايه؟ جهل مش علم، تفتيه مش هيفتى صح، تسأله مش هيجاوب صح. اتفضل ادي النتيجة السلبية. 4 يقول فهذا اول اثر وجدته في نفسي من طريقة التعليم في طنطا وهي بعينها طريقته في الازهر. الله ادي مصيبة. يبقى نفس التعليم السيء في طنطا، الشيخ الجاهل اللي بيعلم مصطلحات للطلبة اللي مش فاهمة نفسها في الازهر، الطالب اعكازة والطوبة دبش اعكاب مش حاجة، والشيخ عمال يقول ويغني والطالب جاهل وعمال يديله مصطلحات والطالب جاهل. قال لك محمد عبده في المقال قال ايه بقى المصيبة، الطلبة دي اللي تعلمت بالالقاء بيبقوا خريجين بقى شيخ، الشيخ ده بيبقى مصيبة ده يا سودة. ليه بقى؟ اول حاجة لا بيعرف يرد على سؤال، لو حد طلب منه فتوى جاهل بيها ما بيعرفش يرشد، بل المصيبة الكبيرة الجاهل ده بيبقى إعاقة حجر عثرة في الطريق. الجاهل ده يبدأ يحارب العلماء ما هو جاهل، يوقف العلماء ويمنع الخير عن الناس لأنه جاهل. فمحمد عبده زكي قال لك دي طريقة تدريس غلط، بنعلم الطلبة كلام مش فهماه، لا نراعي مستوى الطلاب، في الآخر بياخد شهادة يصير جاهلا، تبقى رزية للمجتمع. يبقى ده جاهل وحجر عثرة يعوق الفهم، بل هذا الجاهل الغبي ده يقف ضد العلماء ويقاوم العلماء. فمحمد عبده بيوريك طريقة التدريس الخطأ ونتائجها، يقول لك فهذا أول أثر وجدته من طريقة التعليم في طنطا وهي بعينها طريقته في الأزهر، وهو الأثر الذي يجده 95% ممن لا يساعدهم القدر بصحبته من لا يلتزمون هذا السبيل في التعليم. إيه بقى؟ قال 95% اللي بيتعلموا بهذا السبيل. ايه بقى السبيل؟ سبيل القراءة الإلقاء. انا الشيخ افتح الكتاب وعمال اقرا مع نفسي وده جاهل، وعمال اغني وده جاهل، وعمال دول مصطلحات خد فوق دماغك وده جاهل.
فهذا السبيل مصيبة. المن يتعلم بهذا السبيل وهذا الطريق كارثة. يقول سبيل إلقاء المعلم بص ما يعرف وما لا يعرف بدون أن يراعي المتعلم ودرجة استعداد. إذا من ضمن الأخطاء هو لا يراعي المعلم، فهم المتعلم، فهم ولا مش فهم المتعلم، لا يراعي درجة استعداده. غير أن الأغلب من الطلبة الذين لا يفهمون تغشهم أنفسهم فيظنون أنهم فهم فيستمرون في الطلب، هم بيكملوا إلى أن يبلغوا سن الرجال وهم في أحلام الطفولة عقلهم صغير، ثم تبقى المصيبة الكبرى لما يخرجوا، بقى دي مصيبة، دي الطمة الكبرى لما يتخرجوا، ثم يبتلى بهم الناس وتصاب بهم العامة فتعظم بهم الرزية المصيبة، لأنهم يزيدون الجاهل جهالة ويضللون من توجد عنده إيه؟ دوافع الاسترشاد. يبقى دي مصيبة التعليم، يطلع جهلاء يضل الناس، خد المصيبة الأشد، ويؤذون بدعاويهم الجاهلة من يكون على شيء من العلم. ده اللي حصل وترى في قصة طه حسين. الفصل السابع نفس دي بالترجمة، الفصل السابع في طه حسين هيكلمك عن دعاة العلم اللادنة، تاخدوا الكلام ده. شوف الجهلاء، الجهلاء كان يسبوا ويلعنوا في العلماء. قال لك ده زمن غريب، قال لك لما بتتخرج بدون علم تبقى انت حجر عثرة في الإصلاح، فأنت أيها الجاهل تقف ضد العلماء. هكذا يقول ويحولون بينه وبين نفع الناس. إذا من أضرار التعليم قديما أن التعليم ده لا يراعي الطالب ولا يراعي مستواه. المصيبة الكبيرة أن هذا التعليم السيء بيخرج نخبة سيئة من العلماء، هؤلاء لا يفتون ولا يرشدون بل بيكونوا حجر عثرة هكذا قدام أي عالم، قدام أي إنسان يريد أن يعلم الناس الخير. الإكراه، إيه مرض في الإكراه؟ أنا بقى أكرهك على شيء. الإكراه عندنا يا أحبابي أي الإجبار بهذه الصورة، أنا بأكرهك أي بأجبرك، فالإكراه عندنا أي الإجبار هكذا. أمضى الكاتب سنة ونصف في المسجد الأحمدي لا يفهم شيء. ليه مش فاهم حاجة؟ هل صعوبة التعليم، قسوة المناهج، غلظة الشيوخ، أم رداءة طريقة التعليم؟ سيادتك ارجع للمقال، هو لك أي مش فاهم طريقة التعليم رديئة، إلقاء ما بيفهمش، ما فيش حوار مناقشة. طيب الذي صعب الدراسة على الشيخ محمد عبد الفطنط، ايه اللي صعب الدراسة عليه؟ عدم مراعاة المعلمين لعقول ومستوى الطلاب، خداع نفسي عن الحقيقة وبأنه يفهم. لا، الخداع ده جي في الاخر، كلمة خداع ده جت في الاخر، اخر حاجة في المقطع لما تقرأ كده، انهم مخدوعون وظنوا انهم يفهموا. لما شوف كده قول الكاتب، لحظة الله يكرمك كده، عفوا حبيبنا، أما ترى الخداع هنا غير أن الأغلب من الطلبة الذين لا يفهمون تغشهم أنفسهم فيظن أنهم فهموا فيستمروا على هذا، يبقى الخداع في الآخر. فكلمة أنه مخدوع لا. طيب شدة وقسوة المعلمين لمن يدرسون في الأزهر، ده بيتكلم عن طنطا اللي جاب الأزهر هنا، استمراره في طلب العلم إلى أن بلغ سن رجلة. الصح يا إخوان، يا إخوان اللي صعب الدراسة على محمد عبده عدم مراعاة المعلمين لعقول الطلاب. ليه؟ ماسك كتاب شرح الكفراوي، ده كله في الأيام، كل ده قص الأيام وعمال يدي الطلبة. يا دكتور هتاخد في قص الأيام، ما بنهزرش. شيخ الكفراوي ده كان بيضرب الطلبة وبيسبهم وبيضربوا بالأحذية. تخيل الشيخ يضرب الطالب بالحذاء، خد ويسب ويلعن ويلعن اللي جابوه، طرق التعليم غبية جدا. يبقى اللي خلى محمد عبده ما يكملش طريقة التعليم وحشة جدا. وجه الشبه بين نتيجة التعليم في المسجد الأحمدي والجامع الأزهر، النتيجة بتاعت مخرجات التعلم، نتيجة التعلم في تلك الفترة، وجه الشبه بين نتيجة التعليم في المسجد الأحمدي والجامع الأزهر في تلك الفترة كما يرسله محمد عبده. هل نتيجة التعليم ده النتيجة بتاعته تفوق الطلبة الذين كانوا لا يفهمون؟ مفيش تفوق. طيب هل النتيجة عدم مراعاة المعلمين لمستوى فهم الطلاب؟ لا. النتيجة هل زيادة الجهل هكذا جهالة، زيادة الجاهل جهالة والعلم، أم كراهية طلب العلم والهروب؟ دي صح. ليه؟ أنت لو فاكر مش قلت لك أن محمد عبده هرب؟ هرب منين؟ من الجامع الأحمدي. يبقى إذن التعليم السيء ده أدى إلى الجهل وهروب الطلاب. لما تقرأ سيادتك هتلاقي في الآخر، اقرأ كده أدي القطعة اللي قلناها من شوية كده يا إخواننا، أدي النتيجة بسبب هذه المعاملة وهذه القراءة، وأن المدرسين كانوا يفاجئوننا بالصلاحات النحوية وفق لا نفهمها ولا عناية لهم بها، النتيجة تفضل
فأدركني اليأس من النجاح فهرب من الدروس. يبقى إذن بسبب هذه الطريقة السيئة النتيجة هروب الطلاب، كراهية طلب العلم والهروب. يظهر التأثير السيء للتعليم على المجتمع. المخرجات بقى، لما نطلع شيخ جاهل ايه أثره على المجتمع؟ الإجابة هكذا الجملة اللي بتأكد القول السابق. يا بص اقرأ، يظهر التأثير السيء للتعليم على المجتمع. ايه الجملة اللي بتأكد ده؟ يعني التعليم السيء ده له أثر سلبي على المجتمع. ايه بقى الجملة؟ جاءوا من مكتب آخر ليقرأوا القرآن عند هذا الحافظ ظنا منهم أن نجاحي. لا دي لا، ده بيتكلم عن حفظه. تصاب بهم العامة فتعظم بهم الرزية لأنهم يزيدون الجاهل جهالة ويضللون من توجد عندهم. نعم آدي يا أخوان أثر التعليم السيء. أما خمسة ده على المجتمع، قال على المجتمع، قال بص تصاب بهم العامة المجتمع. طب 95% ممن لا يساعدهم القدر هكذا، لا دي ملهاش علاقة بالمجتمع. لم يبقى إلا أعود إلى بلدي وأشتغل اللي مش علاقة بالمجتمع. هو عايز يظهر أثر التعليم السيء في المجتمع، تصاب بهم العامة، والعامة هي المجتمع. يبقى ما الأثر السيء للتعليم على المجتمع؟ تصاب بهم العامة فتعظم بهم الرزية المصيبة لأن هؤلاء الجهلاء يزيدون الجاهل جهالة ويضللون من توجد عنده دوافع الإصلاح. السبب الذي أدى إلى هروب الشيخ محمد عبده من الجامع الإيه؟ الأحمدي، حب للعمل في الزراعة؟ لا. شوقه القرية؟ لا. صغر سنه؟ لا. إنما الصح اليأس وصعوبة الفهم. قال طه حسين في الفصل يا أخواننا لو حد فاكر الرابع اللي قلنا فيه مرة الفشل، لما أبوه قال له سمع وطه ما يعرفش، قال أبوه فقرأ سورة القصص فذكر أنها الثالثة وأخذ يرد طه حسين ميم. لم يفتح عليه أبوه هذه المرة، ده طه حسين الإسقاط يا ولد الإسقاط، ولكنه قال له في هدوء قم فقد كنت أحسب أنك حفظت القرآن. قام خجلا يتصبب عرقا وأخذ الرجلان يعتذران عنه بالخجل وصغر السن، ولكنه مضى لا يدري ألوم نفسه. خلي بسيادتك لا يدري طه حسين أم لا يدري ألوم نفسه تستاهل يا طه أنت اللي عملت كده، أم يلوم سيدنا الله يسامحك سيدنا، أم يلوم أباه. يبقى لما طه حسين أم من قدابه اللي واد القصة عارف الكلام ده، اللي واد القصة والقصة مهمة جدا، أم يتصبب عرق لا يدري ألوم نفسه تستاهل يا طه، يلوم سيدنا ربنا يسامحك يا سيدنا، ولا يلوم أبوه. هنا بقى السؤال بالموازنة بين موقف كل من طه حسين من سيدنا، من سيدنا والشيخ محمد عبده من محافظ القرية هكذا في النتيجة التي وصل إليها، هنوازن بين موقف طه حسين من سيدنا ومحمد عبده. كلا الكاتبين يعترف بالفضل لسيدنا ومحفظ القرآن ويدين لهما بالبراعة في الحفظ. لا ليه؟ لا لأن محمد عبده ما اعترفش بالفضل دي. محمد عبده في أول المقال لم يعترف بالفضل مين؟ لسيدنا. عاوز الدليل أو أدي الدليل؟ ثانية الصبورة معنا اقرأ كده الحتة كده من فضلك بس تكون ذكي. جاءوا من مكتب آخر ليقرأوا القرآن عند هذا الحافظ ظنا منهم أن نجاحي في حفظ القرآن كان من أثر هذا. إذن لاحظ أن لم يعترف بالفضل مين؟ للشيخ، بل كما قلنا مهارته وشطرته واعتمد على نفسه. نكمل. الشيخ محمد عبد يعترف بصراحة ببعض الفضل المحفظ في موصلي، أما طه حسين فيحمل سيدنا مسؤولية فشله. دي صح دي غلط، وده اللعب اللي خايفين منه. فين؟ ما هو طه حسين لما غلط ما حملش المسؤولية لسيدنا، قال ممكن يبقى أنا السبب، يلوم نفسه ولا يلوم سيدنا ولا يلوم أبوه. إذن دي صح هو اعترف ببعض الفضل، بس وقعني وكعبيل هي اللي غلط اللي غلطهم. أو أما طه حسين يحمل سيدنا المسؤولية، لا 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 لا، يبقى دي صح بس دي غلط، يبقى كلها غلط. طه حسين ما حملش المسؤولية لسيدنا، اقرأ ولكنه مضى لا يدري أيلوم نفسه ممكن يكون طه السبب. طيب أم يلوم سيدنا ممكن يكون إهمال سيدنا السبب نسى القرآن، أم يلوم أباه أو فاكه. إذن دي صح ودي غلط، خلي بالكم نفسكم. كلا الكاتبين ينكر صراحة أي فضل سيدنا. لا الشيخ محمد عبده أكثر تلميحا في التقليل من دور المحافظ، أما طه حسين حائر في توصيف هذا الدور. محمد عبده لمح قلل كده سنة، فعلا قلل سنة أهو. ليه مش هربيت ليه؟ لحظة يا فنم قلل إزاي سنة كده؟ لما قال يا إخوان اقرأ كده
الجاو من مكتب آخر من كتاب آخر ليقرأوا القرآن عند هذا الحفظ، ظن منهم أن نجاحي في حفظ القرآن كان من أثر اهتمام الحفظ. فبيلمح كده كلام بالمستخبي أن الشيخ يعني مش كل حاجة، يبقى لمح محمد عبده في الخفاء أن الشيخ مش كل شيء. طه حسين برضو كان تايه، فين بقى فن اقرا كده. أما طه حسين حائر في توصيف هذا الدور، حائر إزاي؟ مش عارف إن كان هو السبب ولا سيدنا السبب ولا مين أبو. يبقى طبعا ده كان ده هو الصعب الدليل، طه حسين حائر أهو يا فندم، لا يدري يلوم نفسه أم يلوم سيدنا أم يلوم أبا. الحل يخلي باله. قال طه حسين ويرجح السيرة الذاتية، ويرجح ذلك لأنه يذكر أن وجهه تلقى هكذا غير ذلك، تلقى في ذلك الوقت هواء شيئا، يعني هواء فيه شيء من البرد الخفيف الذي لم تذهب به حرارة الشمس، ويرجح ذلك لأنه على جهله حقيقة النور والظلمة يكاد يذكر أنه تلقى حين خرج هواء نورا هادئا. مين فاكر أول الفصل اللي خد القصة وذكرها؟ لمن اليوم الأول اليوم المجهول، أول يوم قلنا هو لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع أن يضعه في الشهر أو يحدده كما وضعه الله. ماشي يا اخوانا، وقعد يقول كلمة يذكر يرجح يرجح يذكر، فاكر انت؟ دي اسمي يا اخوانا، حد فاكر كلمة يذكر ويرجح دي بتدل عليه؟ طبعا بتدل على الاكثار من اللوازم الاسلوبية. اللي مذاكر القصة يا رجال يعرف الكلام ده، ان كلمة يذكر لا يذكر يرجح لا يرجح اسمها اللوازم الاسلوبية. كان ده الامتحان اللي معانا، اي نعم كان في اكتر من نقطة فنية معلش، بس عايزين نقول معلومة لازم نخلي بالنا اخر السنة لو اشتغل بنظام النموذجين زي السنة دي محدش يتكلم. يعني العام الماضي كانت ورقة القسم العلمي أصعب من الأدبي، ولا حد يتكلم ولا حد نطق، ده تصلح وده تصلح حظك. فرجاء ثم رجاء خلي بالك من امتحان، وبالله عليك ما تزعلش مني ابن وبنتي، الامتحان مش هيجي حتى في مستوى الطالب المتوسط أعلى، فلازم تستعد من الآن. الله يعزك، القراءة النصوص، حاول على قد ما تقدر إن شاء الله. أنصح ولادي وأحبابي خلي بالنا من قصة الأيام ونذاكر أحداثها كويس جدا. عذرا أطلنا عليكم، معلش يا حبيبي، ربنا يوفقكم كده جميعا إن شاء الله. إلى أن نلتقي بإذن الله عز وجل يوم الجمعة القادم في آخر نموذج، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.